اما دابا كاينين ثلاثة، ما عرفتش واش كتسمعوني ولا لا. أربعة أربعة جوج غادي نكهربو دابا. أصلا النهار جبونس بغا يكون بنادم بزاف. المهم لا تجمعتو بزاف غنبداو، ما تجمعتوش نخليوها حتى الليل مع ديك الحداش. شيماء بونجور، ومن في 12 ولا 11 بحال هكا نقدروا نبداو، ما فتناش نخليو حتى العشيه باش يستافد كلشي. انت هو كان بامكاني ندير لايف لايف هكا نص ما غيستافد. الوغ المشكل اللي كاين اخر شنو هو؟ الا درنا فيديو عادي بزاف ما يقدروش يسولو. اهلا زين صافا. الوغ الا تجمعتو نتوما واحد العدد نقدروا نبداو. فوالا تسعود، فوالا تخي بيان مزيان. حداش عشرة تخي بيان. اللي كاين هنا يقول ياخي خلي شي ميساج غير باش نعرفو بلي كاين تفاعل. فوالا تخي بيان. طناش مزيان تخي بيان. هما تلاتة دابا هدرو، حاول دوك تلطاش هما يكتبو شي حاجة راه متخلصوش على الضريبة كاع متخافو. عندي واحد البلاصه مهرسه في التليفون لي ميساج كلهم كيداو من تحت. تري بيان. هلو بونجور. لو سوجي دو سو لايف، لو سوجي ديال هاد اللايف انا غادي نهضروا على اسرار النجاح وكيفاش تقدري تخدمي ديال راسك بلا ما يعني كاين بزاف شباب دابا تيعانيو من البطاله، تي خدام وما شي ساتيسفي. الوغ نقدر نعطيكم واحد بي ريزومي صغير. بون كاين اللي غيستافد كاين اللي ما غيستافدش، كاين اللي غادي يعجبو الحال كاين اللي ما غادي يعجبوش. كل واحد والعقليه ديالو. كاين اللي واخا انت تبغي تبدل هو ما غاديش يبغي. الو بانت لي تما 20، انا 20 بالنسبه ليا مزيانه، 20 الا استافدت منها غير 10 ولا 9 راه مزيان. المهم انا ديما تنلعب على النص على 40%، 40% كتجيب لك 40% واحده اخرى وانت طالع. المهم تخي بيان مزيان. 23 هافك بغينا زرق الاف كيف شنو هي هذيك ديما نديرو ليها. ان شاء الله كاين عندك الطرق باش تجيبي زرق الاف، خاصك غير صغير الجهاد والكفاح. داكو مزيان. اوكي نحاولوا نديروا واحد القضيه باش نشرح لكم شنو كاين. اوكي مزيان. اسرار النجاح كاينين اربعه ديال الحوايج، الا نجحتي فيهم غتنجح في حياتك كامله ماشي غير في الخدمه، ولا نجحتي في ثلاثه من دوك الحوايج غتنجح في الخدمه. شنو هما؟ انا راه ديجا خدام و تنوطي. ها هو حيت الا ما كنتيش كتنوطي غتنسى على بزاف ديال الحوايج. هاد اسرار النجاح ماشي انا اللي مختارهم. فوالا عافاك بغينا زرق الاف. واش هادشي ديال افون؟ لا ما كاين لا. شوف الله يرحم باك ما كاين لا افو لا فوريفر لا تويلايت، ما كاين حتى شي حاجه من داكشي. انا اصلا ما عندي ما نبيع لكم، ما عندي ما نهضر، ما عندي ما ندير. فوالا باش نشرح لكم واحد القضيه. دابا عندي خدام التليفون، الا جاني شي ابل ولا شي حاجه ايرجون نقدر نجاوب ونعاود ندير لايف عاوتاني من بعد. دابا انا قلت لكم شنو كاين باش ما تقولوش هذا راه مشى، انا ما غنمشيش، غنبقى معاكم حتى نكمل معاكم داكشي اللي غنبداو. اوكي يلا يلا نجاهدوا. الجهاد هو كلشي، ماشي تمشي تجاهدي تمشي تضاربي مع العراق ولا، لازم تجاهدي في الخدمه. داكور تري بيان. عندك فكره هذا المشروع وما عندكش راس المال؟ كاين شوفي كاين بزاف ديال الطرق، غير هو خاص ديروا واحد القضيه. دابا يكون عندكم ورقه وستيلو، ورقه وستيلو ولا 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 هذا ها هو بلو سميتو كالندري ولا بلوك نوت. شوف كل واحد شنو تيسمي كالندري هي كالندري، هذا بلوك نوت. تري بيان مزيان. داكو خصك ضروري باش تقيدي، لا ما عندكش باش تقيد راه ما غتقدر ديرو. تري بيان. اللايف طلع 37 مزيان. سير الله. عندك فكرة مشروع؟ دابا دانينا السوجي سيل فو بلاي. لا نجاهد على زرق الاف، لا غتجاهدي ان شاء الله ماشي على زرق الاف، غتجاهدي على الدولار ان شاء الله. داكوغ تخي بيان. بون نبداو ان شاء الله باذن الله. كاينين ربعه ديال الجوانب اللي خاص الواحد يركز فيهم مزيان. شنو هما؟ كاين الجانب الايماني وكاين الجانب الاجتماعي وكاين الجانب العقلاني والجانب الصحي. الجانب الاجتماعي شنو هو؟ خاص تكون عندك بزاف ديال العلاقات مزيانين. الاولى هي العلاقه مع سيدي ربي خاصها تكون مزيانه. ثاني حاجه خاص تكون العلاقه ديالك مع والديك، والديك خاصك تكون معاهم طوب. الا ما كنتيش مع والديك ما غتصدق لك حتى حاجه، غتبقى منحوس طول حياتك وغتبقى كتبكي. علاش؟ انا نعطيكم غير حاولوا ديروا واحد القضيه. دابا ملي كنت نهضر حاولوا ما تكتبوش، غير شي واحد الوقت وغنقول لكم طرحوا الاسئله وغنجاوب على الاسئله ديالكم كاملين، واخا يكون حتى 300 سؤال ما كاينش مشكل. الوغ بالنسبه للجانب ديال العلاقات مع الوالدين، هذه احسن حاجه خاصك تنجح فيها. العلاقه ديال سيدي ربي هي الاولى، الثانيه هي الوالدين. علاش؟ ندخلوا شويه في الدين.
فرعون كان كان ربي صيفط ليه هامان و سميتو ماشي هامان ثاني يعاود يعني هارون وموسى. اش كان تيقول لهم دابا فرعون اش كان تيقول لهم؟ تيقول لهم انا ربكم الاله. الله عز وجل شنو قال لهم هما؟ قال لهم قولوا له قولا لينا. ديك اللعبه ما تمشيش زعما تبقاو تضربوا ولا تعيروا ولا تلعنوا عليه، ولو كانوا كيدعوا عليه هما الدعوات ديالهم ما كانتش كتوصل. علاش؟ حيت فرعون كان مرضي امه. فوالا باش ما ندخلوش في هذا مزيان، يعني ملي كتكون مرضي والديك راه بزاف ديال الحوايج في العالم تيتيسروا، تيسر لك خدمتك، ربي تيبعد عليك ولاد الحرام. زيدوا زيدوا زيدوا، خاص يكون عندك العلاقات مع الاصدقاء يبقاو مزيانين. اش خاص المحبطين واللي فيهم انتقادات؟ حاول لا قدرتي تبدلهم، هو هذاك ما قدرتيش تبدلهم. سميتو ما قدرتيش تبدلهم غتبعد منهم، ما تقولش غير تخليهم معاك لانهم غادي ياثروا عليك. فوالا دي من ناحيه، من ناحيه اخرى حاول تقلب على الاشخاص اللي غتعامل معاهم في الخدمه. لان يعني مثلا تقدر تعرف فلان وتعرف فلان وتعرف فلان وتعرف فلان. انا كيفاش حتى بديت لا سوسيتي ديالي وكيفاش حتى الحمد لله كاين مدخول غير بفضل العلاقات. كتعرف هذا في هذه الوزاره، كتعرف هذا في هذه المدرسه، كتعرف هذا هنا، كتعرف هذا هنا، فين ما كتكون شي خدمه الو كاينه هذه، كتمشي كدير ليه البورسونتاج ديالو وتخدم. داكوغ لا اختي هذا السوجي كنهضروا فيه بالنسبه للايمان. داكوغ ايمان سي كو لو سوجي دو برودوي. لا اختي ما كاين لا برودوي لا حتى شي حاجه، حنا انا غير كنحاول موتيفيكم وصافي. فوالا لا غولاسيون شي حاجه مهمه باش تنجح في حياتك. كاين الجانب الايماني، كاين الصلاه، كاين الذكر، كاين الاستغفار، القران، كاين بزاف ديال الحوايج اللي درتيهم تقدر توصل. كاين الجانب الصحي، وهو خاص تكون ثلاثه الحوايج خاصك تركز عليهم في الصحه. النوم 8 السوايع ديال خاصك تنعسهم، يعني عسي مثلا غير من 12 ل 8 ولا من 11 ل 7 راه مزيان تفيق صلي بزاف مع راسك وتبدا الخدمه ديالك. الماكله خاصك تقاد الماكله ديالك، ماكله الزنقه ما خدامهش، طيبوا في الدار. انا دابا راه مده دابا كلشي 10 سنين ولا شي لعبه كناكل في الزنقه الا للحاجه، اقتضيت انني خصني ناكل في الزنقه. مي 99.99% تناكل غير في الدار، تنوجد ماكلتي لراسي. والرياضه، الرياضه حتى هي مهمه اللي قدر عليها، اللي ما قدرش عليها يعني المهم كنحاول نحفز على الرياضه حيت حتى هي مزيانه. داخو كاين الجانب العقلاني، الجانب العقلاني حتى هو مهم بزاف، هو الجانب الرابع من هادشي اللي ذكرت دابا. الجانب العقلاني خاصك تطور راسك بزاف. باش غتطور راسك؟ كاين القرايه، وكاين تحضر المنتديات، تحضر لي كونفيرونس المحاضرات، كاين لي كور في يوتيوب، كاين رجال الاعمال كينشروا النجاحات ديالهم في يوتيوب. الو تقدر تدخل، كاينين بزاف اللي تقدر تدخل الا مثلا ما تفهمش اللونجلي. كاين اللي مثلا تيدير الترجمه، مثلا كتلقى فيديو فيه تيهضر بلونجلي كاين الترجمه تحت. كاينين دي شي رجال اعمال ورواد اعمال تيهضروا بالعربيه، تقدر تتفرج بلي ستوري ديالهم في انستغرام. حاولوا دوك لي سوسيو ميديا يوتيوب انستغرام فيسبوك استغلوهم لشي حاجه مزيانه، يعني ماشي شي حاجه اللي ما غتنفعكم بوالو. ولا مثلا انت النهار كله انت حاضر غير بوزبال و مي حبيبه ولا لا مولاتي كتبارطاجي هادي وهاد المكياج ودوك البنات اللي كيبقاو يلوحوا لي فلوغ شوفوني انا راه جيت نطلع ليا البوطا شوفوني، راه ما غتستافدي حتى شي حاجه. الا بقيتي متبع داكشي غتبقاي عايشه مع داكشي، ربي راه ما غاديش يجيب لك. الا تبعتي مثلا رجال الاعمال ثقوا بيا، الا تبعتوا رجال الاعمال والناس اللي ناشين غادي توصلوا. الا مشيتوا حتى بقيتوا متبعين ليا الخوا الخاوي اقسم بالله ما غادي تنجح. تنقول لك انا حتى انا واحد الوقت كنت من هذا النوع هذا، كندخل تنبقى حاضي الفيديوهات ديال الضحك، هذا الشوافه تي في حاضي، لاله مولاتي حاضي، هذا حاضي، هذا حاضي، هذا ما كنستافد حتى شي حاجه. مي دابا كل صباح عندي قليله واحد الساعه ما بين لي ستوري وما بين يو فيسبوك وداكشي، كنشوف رجال الاعمال فين وصلوا، كنشوف هذا شنو دار، هذا شنو تيقول، كيف فهمتي مثلا عندك واحد المنتوج كيفاش كتسوقوا، هاد الشركه دارت فايت، علاش دارت فايت، كيفاش تربح من الانترنت. يعني الا نتايا عمرتي راسك بداكشي اللي هو مفيد غادي تمشي بعيد. الا ما كانش ما تقدر دير حتى شي حاجه. ومن الاسرار الناجح كما قلت لكم اول حاجه هي تفيق بكري. الا غتفيق حتى ل 10 ولا 11 ما غدير والو. علاش؟ لان من ديك الوقيته ديال 6 حتى ل 10 راه كاين 4 السوايع. ديك 4 السوايع راه بنادم ما نعرف فين وصل، راه كاين اللي غيسبقك انت لشي حاجه، كاين اللي غيسبقك يخدم قبل منك، كاين اللي غيدير بزاف ديال الحوايج. الوغ اش كدير من بعد الاستيقاظ المبكر؟ كاين تحديد واحد الاهداف اولويه، داك النهار شنو غادي ندير فيه. مثلا من 8 ل 12 شنو غندير، من 12 ل 2 شنو غندير، من 2 ل 4 شنو غندير، من 4 ل 8 شنو غندير. فهمتوا انا بعد مرات كنفيق حتى ل 10، ولكن مثلا نعس بعد مرات حتى ل 2. علاش؟ من 10 ل 2 تنخدم، تندير لا غوشيرش، تنشوف البلانينغ اللي عندي، كنشوف مثلا هاد الكليان كي غندير نوصل ليه. مثلا عندي واحد برودوي اكس باغي نبارطاجي، كنشوف فين غادي نلوحو. فوالا هادشي اللي كاين.
الوغ كما قلت لكم عاوتاني العلاقات تا هما مفيدين، راه ما عندكش علاقات ما غدير حتى شي حاجه، راه ما عندكش علاقات في حياتك راه شي ما تحقر حتى شي واحد، شي العساس ديال الزنقه ما تحقروش. سمعتي قولوا لي العساس الزنقه ما تحقروش، الكسال ديال هذاك ما تحقروش، راه كاين اللي هو تلقاه كسال ولكن مجوج بولد خوم بنت عم شي حاجه عنده شركه في ما نعرف فين، يعني هذاك تقدر تخدم معاه. يعني حاول ما تحقرش عباد الله، حاول يكون عندك لي غولاسيون زوينين، تهلا في العساس، تهلا في السربي، تهلا في دوك الناس اللي هما كيبانوا لك بساط، تهلا فيهم. علاش؟ حيت كيف ما كنت كتهلا في واحد اخر ربي غيتهلا فيك. هاد القضيه ضروريه مهمه، وقراءة الكتب، ما تقراوش لي ديك زوجتي من الجن ولا ما عرفتش الطريق الى جهنم ولا داك الكتاب ديال السحر سميتو كاع داك شمس الماء، داكشي بعدو منه ما تقربوش ليه. كاينين بزاف الكتب اللي كنقدر ننصح بهم، كاين هذا هو راني تنقرا فيه، ها هو لا كام تتبان مقلوبة، هذا أسرار عقل المليونير مولاه هو هار إيكر، هارف إيكر. المهم هذا الكتاب هذا زوين بزاف، شي هاد السيد هذا راه صافي شغادي نقول لكم، وصل وصل حفاد حفادو لداكشي اللي هو باغي. علاش؟ ملي تتبدل عقليتك تتوصل، إلا مبدلتيش عقليتك تخيلوا معايا دابا مخيرة فيكم هنا ولا مخيرة فيكم في هاد 54 ولا 58 ولا 1000 واحد قال لي غيكون كيتفرج، غادي نعطيه سميتو نعطيه مليون دولار. مخيل فيكم انا غنقول لك عطيتك مليون دولار شنو غدير بها؟ كاين اللي غيقول لي غنشري فيلا، غنشري طوموبيل، غندير غندير هادي غندير هادي. الوغ غدوز واحد العام غتمشي لك وغترجع عاوتاني كطلب، واش فهمتي؟ الوغ واحد اخر عنده عقليه ديال الاغنياء، غنقول لكم لا غنهضر لكم على الاغنياء والفقراء، ولكن الاغنياء والفقراء راه صافي غادي يغبى انه واحد غني عنده الفلوس والاخر فقير، لا تقدر تلقى واحد لاباس عليه ولكن هنا فقير، وتتلقى واحد اللي هو فقير بحال انا ولكن غني هنايا، فهمتي كيفاش؟ وعليكم السلام. الحمد لله. المهم الشيء اللي بغيت نقول لكم، يعني قراءة الكتب مزيانة، كاين أسرار عقل المليونير الأول، كاين أغنى رجل في بابل، كاين سميتو الاب الغني والاب الفقير، المهم هاد الثلاثه هادو مزيانين ان شاء الله حتى من بعد شي لايف اخر ولا شي لعيبه وغادي نعطيكم احسن 10 د الكتب تقدروا تقراوهم. كاين ثلاثه الطرق باش تقدروا تقراو هاد الكتب، يا تشريهم، انا شريت هادو من السويقه من الرباط، كاين اللي تيدير لهم 50 درهم 60 درهم 40 درهم، انا شريتهم ب 38، لقيت واحد السيد حاط في الراشه بزاف وحطيتهم ليه. الوغ سميتو كاين بانت لي زين كتبات ابراهيم الفقهي ولا الفقيه، المهم ابراهيم الفقهي حتى هو مزيان، يعني من احسن الناس العرب اللي تقدر تسمع لهم في الديفلوبمون هيومن. بالنسبه لهاد الكتب هادو عندك ثلاث طرق كما كنا بغيتي تسمع لهم، يا تشري كتاب بحال هكا، حيت اكثر حاجه خاصك دير في حياتك هي تستثمر في راسك، الا ما استثمرتيش في راسك راه ما غدير حتى حاجه. شي ديك المليون دولار مثلا اللي غيقول لكم هاكا وريني شنو غدير بها، حاول واحد القدر تستثمر في راسك، استثمر في راسك راه ماشي تمشي تشري الحوايج وتشري كومبليت وتشري طوموبيل، لا طوموبيل هذا ادوات ديفو اللي كيديروا الناس. فاش كتشري طوموبيل الطوموبيل كتاكل منك، يعني مثلا دابا انا مشيت خرجت رونز روفر غنمشي نخرج مثلا 80 ولا 90 ما عرفتش الصراحه اش غدير، المهم بون اوكازيون تدير 60 70، هادشي اللي كنشوف انا في سيغ انترنيت 60 70، ملي غنشريها غادي نخلص عليها واحد الضريبه غاليه، المازوط ديالها ولا ليسانس غيكون غالي، مشي درت غير كسيده شنو غيطرا؟ غنصيبها بثمن طالع وهي غتهبط في الثمن، غيوصل واحد الوقيته غنبيعها بالنص، هذا ماشي انفستيسمون. انا كنفضل تكون عندي طوموبيله ب 10 ولا 8 ولا تكون موتور ديالها زوين، ما اقتصاديه تخرج مني ما نعرف واحد المونطون في العام، على انه نشري واحد الطوموبيله اللي هي غاليه وانا باقي الله بالي. بغيت تشري ديك الطوموبيله غاليه شري ديما طوموبيله، الطوموبيله تكون كتساوي 10% من الدخل ديالك، فوالا مثلا الا غنشري مثلا طوموبيله ب 10% ولا 8% فوالا، باش ما ندخلوش في هذا النطاق هذا. الطريقه الاولى قلنا هي تشري كتاب، شي الزنقه ولا مكتبه ولا هذا وتشري. الطريقه الثانيه تقدر تيليشارجي البي دي اف وتقراه، الا عندك مثلا حيت تقدر تدخلو التليفون عندك، ما يكون عندك ميت دار نقرا طاف 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 على حساب عينك واش كيضروك ولا لا. الطريقه الثالثه وهي مثلا ملي تكون كتنافيغي سيغ انترنيت تقدر تدخل اليوتيوب وتكتب كتاب اسرار عقل المليونير، ادخل غتلقى كتاب اسرار عقل المليونير، غتلقاه مثلا فيه 8 السوايع ولا شي لعبه، كل نهار سمعها لساعه الا ربع، واحسن وقيته ملي تسمع ليه سمع ليه يا الصباح بكري ولا قبل ما تنعس. كل واحد سبحان الله كيفاش خلق الله، كاين اللي كيكون عنده كونسونطراسيون بالليل كاين اللي تكون عنده كونسونطراسيون بالنهار، الوغ كل واحد كيفاش تيخدم. وي ريم جبار، بير ريش بير بوغ، شنو بير ريش؟ الاب الغني والاب الفقير، تيقول لك الاب الغني كيفاش كيربي ولده والاب الفقير كيفاش كيربي ولده. باش ندخل لكم بواحد النقطه،
لا 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 فين قرينا ولا والدينا كلهم تيربي رباونا على حاجه واحده، سير قرا باش تخدم، ماشي تخدم ديال راسك. سير عند بوك تقول لي بغيت ندير بيع وشراء، والله تيجري عليك يقولك شنو هو بيع وشراء. لا والله الاغلبيه ما غيتقبلهاش، غيقول لك باش يشوفك ولد فلان ولا هذا، ولا غيقول لك لا ما كاينش اللي غيشتري من عندك. ثق بيا، اول وحدين غيبغيو يحبطوك هما والديك، اقسم بالله العلي العظيم. فهمتي؟ هذا هادشي اللي كاين، يعني مع كامل الاسف 90% ديال الوالدين ديالنا كانوا دي سالاري على وقتها هما. ولكن انا الوالد ديالي سبحان الله هو اللي حفزني باش درت، يعني باش درت لاصو سيتي، ودار انا وياه اكسيوني 50% 50%، يعني هادشي ماشي ديالي بوحدي، ديالي انا وياه. فوالا، يعني حتى في القرايه ما قراوناش كيفاش تبيع هاد البرودوي، كيفاش تولي رائد اعمال، كيفاش دير كيفاش دير كيفاش دير. الوغ القرايه ما مشيناش فيها بعيد، تيوريك كيفاش تاخذ الباك، سير عاوتاني قرا عامين في ليستيا، ولا 3 سنين ولا 4 سنين ولا 5 سنين في لافاك، كتخرج كتمشي تاكل لاصاج ديال البرنامج، عاد كتمشي تحتج، مع العلم ان انت ما عندكش الحق تحتج. عاد تقول الدوله ما خدماتنيش ولا لا، الدوله موفره لك بزاف ديال الحوايج، يعني انت الا خدمتي هضره تقدر انت تفيد الدوله وتفيد الناس. فوالا، يعني ما يعني شوف، عمرك تسنى شي واحد في الكره الارضيه غيهزك راه طحشي؟ عمرك ما تسنى الدوله غدير لك شي حاجه؟ عمرك تسنى والديك غيدير لك شي حاجه؟ غيديروا لك والديك شي حاجه الا هما عندهم، ما غيبخلوش عليك. ولكن الا واحد مثلا الوالدين مسكين يلا شتا قاعد وكيشد غير باش ياكل وباش يدير باش يدير، راه ما غاديش يقدر يفيدك. فوالا، الوغ بالنسبه لشيماء، شيماء ماشي هما كيبغيو يهبطوك، ولكن هما ما كيشوفوش ديك النظره ديال، هما ما عارفينش واحد المراحل، واحد المراحل ما عارفينهمش، انه ملي كتبغي تنجح راه ضروري من الفشل. واش انت دخلناك بغيتي؟ دابا انت ندير واحد القضيه، دابا الجنه، كاين الجنه وكاين النار. دابا النار راه باين شكون اللي غيمشي ليها، والجنه باين شكون اللي غادي يمشي ليها، ولكن كاين اللي غيسبق. دابا انت الجنه شكون اللي غادي يسبق ليها الاول؟ هما دوك الناس اللي مزيانين كيفيقوا الفجر وكيديروا قيام الليل وكيمشي للجامع وكيصدق هذا وهذا وبالسر. شكون اللي غيتبعهم؟ غيتبعهم من ما حدك انت هابط، ما حد الناس كيتعطلوا، ودوك الناس اللي عندهم شويه ذنوب. يعني راك هكا ملي كتبغي توصل لرياده الاعمال وتبغي توصل، هو راه غتوصل. شوف تنقسم من كامل، الله ما يهدر ربي عاطيك العقل وعاطيك الحياه انك تعيش، والله غتوصل. ولكن مين كاين المشكل هو انه غطيح بزاف ديال المشاكل، والانسان الناجح تيعرف كيفاش يحل المشاكل ديالو. فهمتي؟ السلام خويا، علاش كتهضروا واش عندك شركه غتخدم الناس؟ لا لا اختي، ما كنخدم حتى شي حد، عندي شركه ولكن ما كنخدم حتى شي حد. انا غير درت هاد اللايف هذا باش نعاون الناس، باش نموتيفيهم، وهذا ولا بغيت موتيفا مرحبا، اللي ما بغاش راه غيبقى بحال هكاك الى يوم القيامه. فوالا، كما قلنا تيكون جبناه من قضيه ديال الكتوبه. قلنا شنو المرحله الاولى؟ قلنا هي غتمشي تشري كتاب اللي عندك فلوس تانفيستي في راسك، ما عندكش غتيليشارجي بي دي اف غديرو في التليفون. الناس شويه الا شتي في البيسي المهم كل واحد على حسب عيني كما قلنا. وداك الشيء المرحله الثالثه غتدخل ليوتيوب وغتكتب ملخص كتاب كذا، ملخص كتاب كذا، ملخص كتاب كذا. كاينين بزاف ديال الكتب، كاين واحد الكتاب زوين، كيف تبيع اي شيء لاي شخص، هذاك كيف تبيع اي شيء لاي شخص واعر بزاف. شكون هو مولاه؟ مولاه هو اللي دخل موسوعه غينيز، نسيت لي سميتو، انا من بعد نعاود نقول لكم، كاحسن بائع سيارات في العالم. تيوريك كيفاش كيبيع السيارات. انا نعطيكم مثال، هذا السيد باش خدم ديك العقليه ديال نبيع لك صباط بثمن زوين، ونبيع لك مع السيراج، ونبيع لك مع التقاصر. ها هو ضرب ثلاثه العصافير، ضربهم دقه واحده، ثلاثه ديال الدبانات دايزين، دار لهم الرقم مقصق طيحهم. فوالا، يعني الا خدمتي بهاد العقليه هادي تضاعف الثروه ديالك. الا خدمتي بديك العقليه ديال نبيع لك واحد البرودوي ونمشي صافي. فوالا، كما قلنا، القراءه الكتبه مزيانه تنمي البصر. انا دابا شويه غادي نعطيكم العلاقه ما بين الفقير والغني. والله يرحم باكم، حتى واحد ما يقول لي لا راه كل واحد شنو كتب ليه الله، كندوي غير على العقليه. وجمت راه تقدر تعطيني انا دابا 2000 درهم ولا 3000 درهم نعيش بها حياتي بخير وحق الله. انا كنعرف كيفاش نجاريها، ماشي انا مثلا تنشد 3000 درهم ونبقى نمشي نتغدى في ماكدو 15 يوم الاولى، واخا 15 يوم الثاني راه غندوزها بالماء وخبز كارم. هذه ما يحيدهاش الطبيب، ولا عندي طوموبيله غنولي نمشي نخدمها على رجلي. فوالا، كما قلنا خصك تحافظ على الصحه ديالك، الصحه ديالك هي كل شيء. الا حافظتي على الصحه ديالك غتكون بخير. الا مثلا تعشيتي بالحريره والرز والخبز بالليل، غدا ما تقدرش تنوض، وغتنوض واحد الموران ماشي هو هذاك. دير واحد 6 ايام في السيمانه تريني فيها، ما عرفتش كل شيء عنده ديك العقليه ديال تريني ويدير الرياضه. الرياضه راه تقدر ديرها في الغابه، ماشي تضر تقيد في بلاصه. وتكون الماكله ديالك نقيه، ربعات الوجبات في النهار يكونوا مزيانين، الفطور يكون زوين مزيان فيه لي فيتامين. حيت كيديروا تواركه دابا، تواركه دابا شي نوض كيدير اومليت فيها فلفله وخضره وداك الشيء زوين، العصير قهوه. درت نقول لك الاحياء الفقيره ما تندويش كاين الناس اللي لاباس عليهم، اللي لاباس عليه راه كيضرب غير قهوه بتيبان وديك ستارباكس ولا ما نعرف. المهم، سبور كما قلنا، والنعاس. النعاس مهم، راه ما يمكنش انت غتنعس مثلا انت لوحده ولا جوج وغادي تنوض الصباح غتقول لي
انا نوض الصباح باغي نقرا باغي نرى، مي والله لنطي بالله والله ما غتنوض. وانا بعد مرات كنعس وحده الجوج نوض نصلي الفجر باش نرجع عاوتاني الناس صحيت ما غتقدرش تنوض، كتحس براسك دايخ حتى الفجر تتصلي هب هب دبهمجي بحال شي واحد تي سميتو يعني بحال شي واحد تيقاوم وصافي ترجع تنعس وتاني ما كتفيق حتى ل 10 ولا اوغوزمون حيت ما خدام عند حتى شي واحد تيتحكم فيا ولا تيهبط عليا برجليه. باش نقول لكم واحد القضيه باش ما تسيئوش الفهم ديالي، اللي لقى خدمه مع الدوله مزيان، شي اللي لقيتي خدمه مع الدوله استقرار، علاش تسعود للربعه السبت اوف ديالك 30 يوم في العام ولا على حسب البلاصه اللي خدام فيها، ومن بعد راه تقدر في نفس الوقت تقدر دير شي بيزنس ديالك. بحال دابا مثلا كتلقى استاذ تيقرر في الدوله مثلا ب 7000 درهم ولا اش ليس ولا ما الله ما صراحه ما عرفتش داكشي شحال داير 7000 درهم، ولا نديرو غير هادوك غير هادوك اللي يلاه بادين مثلا تيشدو 5000 درهم مثلا ولا 4500 ولا تيقرر في مدرسه وهادو كيمشي يدير لي كور تيقرر في لي سونتر كيجيب عندو الدراري تيقررهم في الدار بالضحك تيوصل لديميل. كتلقى بعض المرات واحد استاذ عنده طوموبيله زوينه عنده الدار هذا كيجي واحد تيقول لك هذاك راه رشي وي وهذاك شي شفر وهذاك شي نصب، لا صافي ما تكونش عندك عقليه ديال الفقراء هذاك راه ضرب عليهم تماره. علاش شنو كنشوفوا هنايا باش نشرح لكم واحد القضيه، كتعرفوا ديك واحد النوطه انا غنرسمها لكم هنايا وي سير اخويا انا كنتسنى انتم شوفوا هنايا شنو كيبان لكم، هنا تيبان لكم واحد الهرم، هذا هو الماء ياك هذا هو الجليد اللي طالع، حنا اغلبيه ديالنا كنشوفوا غير هذا ما كنشوفوش التماره اللي تضربات هنايا فهمتي، كنشوف مثلا الشجره طالعه ولكن ما كنشوفوش دوك الغراس وداك كيفاش هاد الشجره كيفاش طلعت، هاد الشجره هادي كيفاش طلعت راه ما طلعت حتى دازو بزاف ديال الحوايج حتى كربنا الارض وغرسنا وبدا شفناها واش شفنا الارض واش مزيانه ولا لا واش صالحه للزراعه، كنزرعوا فيها البذور وكنسقيوها وتطلع ما عارفش من المراحل بالضبط ولكن هذا غير مثال، ولكن تيق بيا والله وتزرع التفاح حتى غير التفاح ما غطلوش ما غاديش نوض ديك كرواسطه ولا شي حاجه غادي نوض ديك التفاح. يلا نحبكم حاولوا ما تكتبوش دابا راه واخا ما تنقدرش نتكونسونطرا نقرا ونجاوب بس ما نخرجش على الموضوع شويه نجاوب على الاسئله ديالكم ما عنديش مشكل. اوكي لخصت واحد القضيه هنايا قبل ما ندير اللايف، لخصت واحد القضيه هنايا، هاد القضيه منين جبتها؟ جبتها من اسرار عقل المليونير، يعني شنو هو الفرق ما بين الغني وما بين الفقير. اوكي انا نبدا لكم نبداو بالفقير هو الاول، عقلية الفقراء شنو عقلية الفقراء؟ نهار كل واحد يوتيوب حاضر لي فلوغ، شوف كاين وسائل الترفيه ولكن ما خليش انا وسائل الترفيه ديري الوقت ديري كامل، كتلقى واحد النوع انا مثلا دابا كنكون ندخل غير الفيسبوك، فيسبوك ما تندخلش ليه بزاف، قاسات لي التصاور ديال الرجاء ديال البارسا ديال الريال ديال هذا ديال هذا، هي كنشدو في بعضياتنا وهذا وهذا، عندي انا وسائل الترفيه ديالي يقدروا يشدوا لي حتى لتولد ساعه نص ساعه في النهار، بعض المرات كيبان كيبغي يدي فوله، بعض المرات انا تندي فوله بشي حوايج راه غتموت بالضحك، تندي فوله بطومي تجيري روسوم مستر بين روسوم بغي مو شي حوايج اللي تيخليوك ديف ولا تنسى الهموم، كنلعب بلاي شنو اخر شنو اخر شنو اخر تندخل دي باج فيهم لي ترول زوينين يعني شي حاجه اللي هادفه تضحكك فوالا، مي كاين اللي كيشد هادشي النهار كامل النهار كله هو ينتقد ويكريتيكي وهذا 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 الوغ هادي هي عقلية الفقراء، الفقراء عندهم داك العقلية ديال مشاهدة التلفاز، نهار كله أنا مدوز التلفازة أمي الحبيبة السهرة ديال دوزام صباحية دوزام داكشي والله ما عنده باش يفيدكم، بغيتي شي حاجة تلقاها في الكتب ولا تلقاها في يوتيوب وخاصك تعرف عند من، حدا دابا دير واحد القضية مثلا دابا أنايا مثلا تنتريني من 2006 وأنا كنتريني، ما غنمشيش عند شي واحد فلوغر ولا غنمشي عند شي واحد اللي ما كيفهمش في شي حاجة ولا سيغ ما قدر يعطيني معلومة غلط وغنقول ليه خويا كيفاش مثلا غادي ندير ريجيم وندير لا ما غنمشيش عنده، غنمشي عند واحد بطل اللي هو واصل، حيت واحد ما واصلش راه ما غيعطيكش ولا غيعطيك المعلومة غلط، ولكن دير بالك واحد القضية اللي هو وصل ومثلا خدا الميداليات وداكشي والله حتى غادي يعطيك، ايه بغيك حتى انت توصل بس علاش؟ حيت الناس اللي واصله تتعطي لعباد الله، الناس اللي ما واصلاش ما تتبغيش تعطي لعباد الله، الناس اللي واصله تتعطي علاش؟ كتبغي تبارطاجي النجاحات ديالها، فوالا مثلا دابا انا مثلا كخييت هذا الستيلو ها هو شديتو كخييتو وغنوريك انت كدير تكخيي باش تبقى المعلومه غاده والجيل اللي جاي هو يستافد، الناس اللي هما اغنياء وكان غنعاود نقول هذه القضيه هذه الغنى والفقر اللي كندوي عليهم دابا كندوي على المونتاليتي ماشي على الفلوس، فهمتي؟ الناس اللي هما اغنياء تيقراو الكتب الكتب نقرا الكتب نشوف شنو هما الكتب اللي خاصيني ماشي عاوتاني نقرا نلقى كتاب تيهضر على الحياه البريه ما نعرف لا داكشي ما خدامش، ومزيان صراحه تطور ناس يعني تاخذ الثقافه معلومه الثقافيه على الحيوانات داكشي كيعجبوني انا، انا علاش على التلفازه كنشعل التلفازه 4 سوايع في السيمانه باش نتفرج لكن شي ماتش زوين زوين يعني شي ماتش زوين اللي فيه الحماس كدي فولا كتمشي مع الماتش، ولكن مثلا شي ماتش اللي ما غينفعني بوالو انا عايش نتفرج فيه ضروري من وسائل الترفيه، ولكن وسائل الترفيه ما ياخذوش هي بورسونتاج بزاف بورسونتاج بزاف
ياخذوا سميتو ياخذوا داكشي اللي غيفيدك بحياتك. خدمه الخدمه 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 وشوف شنو هما اللي هذا. مثلا دابا انايا الحاجه اللي تديفوليني صراحه هي لاصال. كندخل لاصال ما عندي لاصال مثلا ما بين الدوش وكل شيء عندي ساعتين، ما بين الدوش والفيستير وطلع وبطاطا في الحصه عندي 100 لا عندي 100 دقيقه تقريبا، ساعه ونص كاع لا تعطلت في دو ميوسكل ولا ساعه الا ربع مثلا في ميسكل واحد زائد الكارديو. يعني راه بون شي بلا كنبغيش ندخل فيه، لا في الماكله كنمشي نطيب راسي، كنطيب راسي، كنمشي للدار عندي كلشي واجد في الثلاجه، قسم دير شوف داكشي اللي خاصك خودو، وبالليل كنعس خفيف باش نفيق بخير. الوغ بالنسبه كما قلنا الفرق ما بيناتهم كاينين سبعه الفوارق. انا نقول لكم دابا كاين القراءه الكتب، يعني الا قريتي الكتب هذوك كتطور راسك، غتبدل لك العقليه ديالك. تقدر كاع انت ما تقراش في الدار، سير للغابه، سير للبحر، جلس مع راساتك، سير شي قهوه زوينه ما فيهاش الكارو وداكشي تكونسونطرا. الفقراء قلنا كيشاهدوا التلفزه بزاف في يوتيوب، ندخل نبقى نشوف شوف تي في ولا شوافه تي في النهار كامل، نشوف هذا النهار كامل، نشوف هذا شنو تيدير، نشوف هذا لي فلوغ، داكشي راه ما غينفعك بوالو. واش فهمتي؟ تخيل معايا دابا انا كون كان غادي في الطوموبيله ودير لكم لايف ومزيكا وداكشي ما غتقول هذا كيطيب علينا ولا داكشي ما خدامش. واش فهمتي؟ الوغ كاين واحد الحاجه اخرى غندوز لها. النقطه الثانيه الاغنياء تياخذوا المال مقابل العمل ديالهم. دابا مثلا دابا انا جلست شهر ما درت والو ما غنتخلص، كاين شي حوايج كيدخلوا لي الفلوس مثلا اوتوماتيكمون. نقدر مثلا نكون مثلا نخدم في البورصه، نقدر نكون تندير بزاف د الحوايج، يعني كاين شي حوايج يقدروا يدخلوا لك الفلوس، ولكن الا مشيتي تخدمتي عند شي حد غتخدم مثلا انا خدام. شوف انا قلت لكم من هنا اللي بغى اللي لقى خدمه مع الدوله يدخل مزيانه مخيره كتهنى، زائد تقدر دير شي حاجه اخرى ديالك، كتعيش مستقر بعدا، كتامن المستقبل ديال ولادك، كتعرف مثلا هذيك 5000 درهم ولا شي حاجه كيفاش غتمشي في الشهر، كرامه وضوء طاق طاق طاق، كتخبي شويه باش تسافر في الكون جي وهذا وهذا، وكتخبي عاوتاني شويه كي احتمال ديال واحد يقدر يمرض لك شي حد وهذا، مرض لك شي حد ماشي غتبقى تمشي تبيع حوايجك ولا كتداخر، كاين العيد كاين بزاف الحوايج، المهم كتعرف كيفاش تقاد حياتك. يعني قلنا موظف عنده المال مقابل الساعات، مثلا غتمشي تخدم مثلا في شي شركه ولا سونتر دات بير ولا عندك 8 السوايع في النهار غتسالي في الاخر شهر تاخذ 4500 مثلا. كنتي سوسي اونتربرونور ديالك، حتى دابا مثلا غنبارطاجي معكم واحد المعلومه، خدمنا مع واحد المدرسه كانت يلاه حلات بلا ما نذكر السميه ديالها، مدرسه كبيره بيزنس سكول. كاين الناس اللي كيعرفوني هنا في اللايف شفتهم تيكومونطيو داكشي، هما عارفين هما هاد المعلومات هادو، خدموا معايا تبارك الله عمرني نسى الخير ديالهم. هاد المدرسه هادي دخلنا ما يقارب واحد لاصوم اللي هي اكس 80% ولا 90% ديال الخدمه ديالي كانت ولا انا والوالد ديالي حيت كنخدمي فيها بجوج. شناهي وهي الترونسبور، كتمشي تجيب سلعه منا كدير لنا كتخلي خدامه هما خدامين، صافي هذا كياخذ هادي، هذا كياخذ الباغ ديالو، هذا كياخذ الباغ، انت كتاخذ الباغ ديالك. الباغ اللي خديت انايا ماشي اللي خديت انا، اللي خديت الشركه في ذاك الوقت ما تقريبا ما بقاش منا بزاف، لانه كاين لي شارج، كاين واحد الوقيته ما تبقاش تدخل ديك الوقيته داكشي اللي دخل. اقسم لكم يمين الله غيخدم موظف حياته كامله ما يدخلهاش، ماشي كنستهزا فيهم ولا هذا ولا هذا ولا هذا، ولكن بالمرة راه هادي شكون اللي جاب لنا هاد الخدمه هادي؟ جابها لنا واحد كيعرف واحد، يعني راه كيما قلت لكم العلاقات راه هما كلشي، الا ما عندكش العلاقات راه واخا تخرج تفرق لي فلاير في الكره الارضيه ما كاينش اللي غيديها لك. انا مثلا نكون غادي في الزنقه غيعطيني شي واحد شي فلاير غنشدو ونخبيه في جيبي، فهمتي؟ سوف الا مثلا شي حد عطاني مثلا انا كندير الاشهار وكندير البني مثلا، هذا هو الدومين ديالي، وتنقرر تندير لي كور في الديزاين وداكشي. الوغ الا مثلا شي واحد عطاني شي فلاير غنشد مثلا داك الفلاير غنقلب زعما اللي كنت كاين عندي الفلاير، فوالا مثلا غنشد هذا الفلاير هذا عطى عليا شي حد غنشدو غنديرو في جيبي، غنمشي للدار ما غناخذ منه، غناخذ منه غير لي كوردوني ديالو وغنصيفط ليه لي زيميل، فوالا انا اش كندير اش كندير اش كندير، سي مون غادي يعيط لك شي ما. يعني هادي من ناحيه هادي من اسباب انك دير الاشهار هو انك تدير لي زيميل، لي زيميل تتقاتلو على لي زيميل نيوزليتر وداكشي، فوالا مزيان هادي من ناحيه. من ناحيه اخرى كما قلنا لونتربرونور ولا لا سوسيتي ولا بنادم اللي هو ديال راسو فريلانس كاع حلاق نجار كيدي كيتخلص على حساب الاتعاب ديالو. انا ضد ديك الفكره ديال بنادم نخدم من 8 ل 12 جو 6، الا كنتي اونتربرونور ما ديرش هاد القضيه. انا باش نعطيكم واحد السر واحد اخر، انا الجمعه بالعشيه محيده عندي من البروغرام، علاش؟ ان بنادم توصل للجمعه مورالمون تيعيا، ولكن تنخدم السبت ما كنسالي حتى الثلاثة الربعة، كنمشي نتريني كنحيد ستريس كنجي للدار تنرتاح مع راساتي كنديف ولا بالبلاي وداكشي، نغد ليه جوج حوايج نخرج ندور وداكشي، ونقدر ندوز النهار غير في الدار، شنو نقدر ندوز النهار في الدار وندير دي غوشيغش عاود تاني.
فهمتي. بالنسبه للاسئله انا نكمل لكم غير ملخص ما بين قريب دغيا ما بقاش بزاف، واحد الخمسه ديال الدقائق ونحل لكم الاسئله سولوها الصباح. فوالا ندوزو دابا النقطه الثالثه. قلنا النقطه الاولى قراءه الكتب الغني ومشاهده التلفاز الفقير. التلفاز ماشي غير التلفاز بوحدو، كاين بزاف ديال الحوايج. المال مقابل الجهد والعمل بالنسبه للانتربرونور، واللي هو غير عنده الجوب يعني غير سالاري غيتخلص من 8 12 جو 6 ويبقى يشتف عليه مول شتي. كنهضر على البريفي سيكتور بريفي ماشي على النقطه الثالثه، وهو انه لونتربرونور ولا الشخص الغني ولا اللي عنده شركه ملي تيكون شي خطا تيولي تيحمل المسؤوليه لراسو، يعني كيقول راه انا اللي درت، وديك المسؤوليه اللي انت تتحمل راسك هي كتعطي داك الطاقه. ومثلا دابا دير واحد القضيه، انا كنطرى لي واحد النهار واحد البلان، كنت واحد النهار حليت مع واحد الشركه عندها فيترين، حليت معها فيترين باش نحط فيها لي برودوي ديالي ونبيعهم. صيبت واحد البرودوي اللي هو اكس وحطيته حطيتو للبيع بواحد الثمن اللي هو اكس فريمون. تبع داك النهار واحد النهار دار لي لا كوموند واحد خينا، فرحت واو حطيت واحد البرودوي غادي يتباع وهذا صافي. مشيت شريت الماتيريال طق طق، مشيت شريت الماتيريال انا حاطو مثلا 800 درهم غيتباع، لا 750 باش ندي في انا ديك 200 ديالي، حيت انا قلت غيطلع عليا، انا قلت غيطلع عليا ب 500 درهم الماتيريال بوحدو باش غنخدم السلعه ديالي بوحدها، طلعت ب 750 اللي هو الثمن باش سميتو اللي هو الثمن باش الثمن باش انا غادي نبيعو. يعني مثلا السلعه والترونسبور داكشي طلعوا عليا ب 750، انا كتبها هنايا وانا داير لي 750. السيت غيدي معايا شحال غيدي معايا؟ السيت غيدي معايا 40 مع 50 درهم اللي كان غادي يدي معايا، ترونسبور كلشي هما اللي تيتكلفوا. صافي قلت ماشي مشكل، قلت والله غنشري من المال الخاص ديالي، ولكن تعلمت علاش شرا الاخطاء هما اللي يخليك تتعلم. تعلمت وسبحان الله ما تبعش في داك السيت، شتا راجل عندي واحد السيده كنعرفها حتى من طالع، وعيت ما بغيت نلعب في افيض، ماشي في افيض ولحتو في ما في لي جروب ديال فيسبوك داكشي، ما بغاش يتباع ليا. اللي كنوريه ليه كيقول لي اخويا خليه ليا غير ب 600، واخويا راه طالع ب 750 داك غندير نبيعوك ب 600 راه غنخسر، نبيعو براس ماله. حطيتو ب 900 باش السيد اللي معايا في المحل تركبوا ليا وقادوا ليا وضرب معايا تمارا باش نعطيه هو فلوسه. انا ما بغيتش الفلوس، انا بغيت نرد غير داكشي اللي خسرت. صافي مزيان تباع ليا بداك الثمن اللي انا يعني ما خسرتش فيه، تباع جاب ليا كليان اخرين. السيد اللي معايا قلت ليه هاك اخويا هاك فلوسك ديال الاتعاب اللي درتي، قال لي لا انت ما ربحتيش فيه. لا قلت ليه لا ما كنبغيش نضيع الجهد ديال الناس، وتقاليه معروفه يعني اللي ما كيضيعش الجهد ديال الناس ربي ما كي يعني ما كيضيعش ليه الجهد ديالو. الا ضيعتي لشي واحد فرسكو ربي غيجيبك الدقه، غتجي في تقدر تمر تقدر تهرس لك تليفون غالي، تقدر دير لك سيده تكريسه بزاف ديال الحوايج. المهم ما علينا، ندوزو لواحد النقطه اخرى. ستي دورت الورقه، الفقراء تيحملوا المسؤوليه لراسهم، ماشي بهذوك هذوك اللي ما تينجحوش في القرايه، والاستاذ سقطني كاين شي واحد كيدير لك سيده، لا راه هو اللي ضربني، كون مشيتي بشويه ما غاديش يدير لك ناركو. كاين اللي ناركو هو كيعرف البوليس، البوليس الشفاره دايرين الرادار، وسير ب 60 بلا 60 ما غايشدكش، سير ب 120 ب 120 ما غاديش يشدك. انا والله لاخر مره تشديت على السرعه قلت ليه راه ما قلت ليه طلبته، قلت ليه اخويا راه ما رديتش البال انا غادي، والله ما رديت البال شحال غادي وطلبته لا 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 لا. وخلصت المخالفه شي عامين مع 3 سنين دابا وخلصت المخالفه. علاش؟ باش تبقى لي هنايا. ملي كدير بحال هكا هذا خطا درت وعترفت به عادي، ملي كتعترف بالخطا ديالك تتعلم منه. ولكن المشكل اللي كاين انه مو داك النوع اللي لا راه الدوله اللي خارجه عندنا، لا راه الحكومه، لا العثماني، لا زادوا ساعه نقصوا ساعه، هاد الساعه اللي زادوا المشكل الوحيد اللي فيها هو داك الفياق بكري والناس تيخرجوا بكري، هذا هو المشكل اللي فيها. اما يكون يعرف ولا شي وحدين مزيانه، ولكن انا ضد في واحد القضيه وهي هاد القضيه ديال يا سميتو، وهي هاد القضيه ديال انه بنادم الدراري الصغار كيمشيو مساكن بكري، كاين العيالات اللي كيمشيو بكري عندهم الطريق. يعني للاسف انا ما تنحسش بها الصراحه، حيت كنفيق وقت ما بغيت وكنعس وقت ما بغيت. البلاصه اللي ساكن فيها ما عنديش مشكل دغيا دغيا تنوصل للطوموبيل، انا بغيت مضروش كندور مع واحد اللعيبه تنوصل، ما كاينش الكريساج وداك الشيء، ولكن يعني شي حاجه ما تنحسش بها. واحد اخر غيحس بها، كما قلنا الفرق ما بين الاغنياء والفقراء من هذه الناحيه، الفقير تحمل المسؤوليه للناس، الناس اللي داروا لي، الناس اللي فعلوا لي، المدير ديالي، الحكومه، الاقتصاد، هذا هذا هذا. ولكن لا، الاغنياء اللي هما الناس اللي هما عندهم عقليه ديال لونتربرونور و تيحملوا المسؤوليه لوحدين اخر لراسو، يعني صافي انا اللي غلطت، ملي كتغلط ما تتعاودش صافي كتعلم، فهمتي. الوغ مزيان ندوزو للنقطه الرابعه. النقطه الرابعه شنو المشكل اللي فيها؟ ان مثلا الا ديت فقير عطيتو مليون قسما بالله غيمشي يشري ايفون، غيمشي يشري الحوايج، ما تبقى لي حتى حاجه، يقدر يخبي شي حاجه. الفقير الغني الا عطيتيه مليون غيمشي يستثمرها غير 10 المليون،
هذا هو الفرق اللي بيناتهم، واحد كيتاخر واحد كيستثمر. اش كيقول لك الفقير؟ تقول لك انا غنتاخر الايام الصعبه. شنو هي الايام الصعبه؟ يقدر يمرض، يقدر هذا. علاش ما تخبيهاش الايام الزوينه؟ علاش ما تخبيهاش مثلا تسافر وتمشي لهادي وهادي وهادي؟ علاش ما تخبيهاش باش تسافر؟ علاش ما تكون عندك ديك العقليه ديال اللي جاي زوين ماشي اللي جاي خايب؟ راه كاين واحد الكتاب ديال قوه عقلك الباطن، حتى هو قيدو عندكم، حتى هو زوين الا قريتوه تقدروا تستافدوا. فوالا الفقير الغني اللي عطيتيه مليون غيستثمرها، غيدير الادز في الانترنيت، غيشوف واحد البرودوي اللي هو زوين مثلا. قدر مثلا انايا شنو 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 اوكي ناخذ مثلا هذا الكتاب ها هو مثلا كنبيع المجلات، غنطبع واحد 500 كتاب غنحطهم في السطور ونبيعهم مزيانه مخيره. هذه غيجيبوا لي الكليان، غيجيبوا لي الفلوس، وديك 10 ديك 10000 درهم غنردها انا، 100000 درهم ولا 500 ولا 50000 درهم. المهم غطلع شي نجي دايد تضوب ليا مخيره. تخيل معايا غتخدم، ملي كتخدم بيزنس ديال راسك وكتدخل اول رزق حلال ديالك، ما عطيتيش عليه لا رشوه ولا والو، اقسم بالله تفرح. اوكي الفرق ما بيناتهم عاوتاني من واحد الناحيه اخرى، الاغنياء تيتعلموا، ما فيهمش الهضره بزاف. الا مثلا دير واحد القضيه، مشينا مثلا الكونفرنس وحطيتي انايا مثلا مع واحد غاني، الغاني اش غيدير؟ غينوطي وغيبقى كيسول وكيدير. انا ماشي التليفون غنقلعب وغنبقى نقول لا، وهادي الاغاني الفقراء فيهم الهضره بزاف. دير واحد القضيه، لوح دابا غير شي لوح، غير هذا الفيديو دابا اللي درت غتلوحو في فيسبوك ولا في شي لعبه، كاين اللي غيقول لك تبارك الله عطيتيني المفيد وهذا، وكاين اللي غيقول اخويا انت فك غير الهضره. كاين اللي باغي غير البارح انا لحقت واحد ستاتيو، الا دخلتو دابا راه غتلقاو. قلت لهم بلي غندير لايف وهذا وهذا وهذا، ما تقصات واحد الاخت قالت لي وانتم كتنصبوا وكديروا وهذا وهذا وهذا، كتبات واحد المصطلحات انا ما عرفتهمش، ماي واي ولا ما نعرف داك التعبير. اليومين هذا اقسم بالله ما عارف انك ماي واي شنو كدير، قسما بالله وربي شاهد ماي واي شنو كدير، الله اعلم. فوالا هذه من ناحيه، قلنا الاغنياء تيتعلموا كيهضروش بزاف، الفقراء فيهم الهضره بزاف. دابا كاين واحد النوع ديال البشر، دابا يا اما الطاكسي فيهم وفيهم، كاين تبارك الله اللي موت الطاكسي تهضر معاه يبهرك وكاين شي حوايج زوينين تتعلم منه. وكاين واحد النوع ودوي معاه في كوره كيفهم، دوي معاه في الثقافه السياسه الدين وكيفهم في كل شيء هو، وهذه هي الطريقه باش انهم كيبغيو ما يبانوا الاغنياء، تيبغيو الفقراء تيبغيو يبانوا بهذه الطريقه. هذه الحاجه الوحيده اللي غتخليهم يلفتوا الانتباه وهي الهضره. تا 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 ماشي مشكل. ندوزو النقطة السادسة من قبل الأخرى، الفقراء شنو تيقولوا؟ تيقولوا المال أصل كل شر، يعني اللي عنده الفلوس راه ولد الحرام وناجح بالزهر ورشاوي وهذا 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 وهذا. حنا شوف حنا ما كندويوش على دوك الحشيشية ولي مافيوزي وداك، كندويو على رجال الأعمال اللي ناجحين. فهمتي دابا تقدر مثلا شي واحد تلقاه ناجح وعندو الديور وداك الشيء وراه غا الزهر، وأشو كي كان وأشو كي دار. وهاد الهضرة غتسمعوها بزاف، راه شوف فاش كتدخل للعالم ديال أنك كتخدم ديال راسك غتسمع الناس كيهضروا عليك بزاف ديال الحوايج خايبين. شي مثلا غا واحد مثلا تيدير الميسكولاسيون تبارك الله وتيتريني مدوز واحد 50 6 سنين، غتسمع كيدير الطوباج كيدير هادي مدق هادي داير هادي فعل هادي، واش فهمتي؟ شكون اللي كيقولها؟ كيقول هذاك اللي هو مسكين رقيق ما كيتريني حياته كامله وما تيوصلش. فوالا دابا شنو المشكل اللي كتلقى دابا مثلا انت في لاصال؟ تلقى هذاك اللي هو رقيق ما تيطلعش كيمشي ينصح هذاك اللي تبارك الله عنده جسم رياضي ومقاد مزيان وهذا، يعني هذاك اللي هو رقيق كون دا في راسو كون طلع، وربي كيرزق كل واحد على حسب النيه ديالو. الاغنياء لا، الاغنياء اش تيقول لك؟ تيقول لك الفقر هو اصل كل شر. وفريمون تخيل دابا ما كاش الفقر، غتلقى الناس عايشين بخير. دابا مثلا مشيتي الاحياء الفقيره مثلا ما نحيدو المغرب، سير البرازيل مثلا ولا حنا المغرب راه شويه، سير مثلا البرازيل 66% ديال الجرائم اللي كاينين في الكره الارضيه كامله كاينه في البرازيل. مثلا دخلتي لذاك الزناقه ديال ريو دي جانيرو داكشي شنو غتلقى؟ جرائم القتل القرطاس، غتلقى بزاف ديال الحوايج. انا كنظن كنت كندخل لواحد السيت كيتحطوا فيه لي فيديو ديال الديب ويب، تبقى القشيره ديال بصح مثلا شفار حصلو كيشفر كيضربوا ليه بقرطاس هنايا، كاين اللي يطيروا ليه يديه، كاين اللي يطيروا ليه ودنيه، كاين اللي الذبيحه عندهم غير بالضحك. واش فهمتي؟ الوغ اللي بغيت نقول لكم انه الفقراء كتيفكروا انه المال اصل كل شر، والاغنياء لا، الاغنياء تيقولوا ان الفقر هو اصل كل شر. بصح دابا في التاريخ البشريه واش عمركم شفتوا شي واحد عنده بنتلي ولا سميتو ولا جاكوار ولا شي لعبه دخل خرج كريسه شي واحد؟ فهمتي؟ وي مريم تخي بيان، راه خصك تحيد حيد ليزكسكوز، ليزكسكوز ما خدامينش. دابا مثلا ندير واحد القديم، مثلا كتلقى بنادم برجليه كلشي ما كيمشيش يصلي، سير دخل الجامع غتلقى واحد مقطعين ليه رجليه ولا راس الشعر في مسكين قريبي، وتلقاه تبارك الله غادي. هذا هو الفرق بيناتهم، يعني دونت ميك اكسكيوز، اكسكيوز راه جوست فور لوزر كما تنقولوا. لوزرز هما بنادم فاشل مسكين ما داير والو في حياته، الوينرز ما تيفكروش بحال هكا، الوينرز واخا يكون الفشل تيقلب عليه. راه كلكم غتكونوا شفتوا واحد التصويره ديال واحد الجوج، واحد كيحفر كيحفر كيحفر
تقرب للدياموند هي ويرجع واللي فوق منه باقي كيعبر كيعفر هذاك غادي يوصل له غادي ياخذ هنا ما خصكش توصل صافي ما كتعرف الخير فين كاين فوالا يعني الاغنياء تيقول لك ان الفقر هو اصل كل شر يعني كون ما كانش الفقر كانت غتكون الحياه زوينه الفقر شنو فيه فيه الجرائم الحشيش النصب الصفراء بنادم تيقلب على اي حاجه حيدوا عليا شوف كاين اللي عنده الصفراء مرض نفسي كتلقى لاباس عليه وكيشفر ما تنهضرش على هذوك انا بالنسبه للمرحله الاخرى كاين دابا الاغنياء تلقى عندهم عقليه ديال العمل صافي خدمت غندخل الفلوس واخا ما خدمتش غندخل الفلوس ضربت التمره غندخل الفلوس ما خدمتش ما غندخلش فلوس ولكن الفقراء اللي عندهم عقليه اليانصيب ولا اللوطو كما تنقولوا الفقير اللي شافك لاباس عليك غير ما خلي ما غادي يقول لك غيقول لك شي حوايج اللي نتايا اختي فاطمه الزهراء عطيني شوفوا عطوني جوج دقائق وانا غنجاوب على الاسئله انا ديجا قلت لكم ما نقدرش نجاوب على الاسئله تنسالي الموضوع لان انا دخلت شي ماشي ما نقدرش اوكي كما قلنا عقليه ديال العمل هي اللي عند الاغنياء لازم تيخ خدمتي غتوصل ما خدمتيش ما غتوصلش فقراء لا الفقراء تيقول لك الا مثلا هذاك عنده ديك الطوموبيل ولا عنده ديك الدار ولا داير هادي ودار هادي ودار هادي راه تيقول لك غاليه نصيب والزهر علاش بحال اللي شرحت لكم هنايا كيشوفوهم غير هادي ما كيشوفوش ديك التماره اللي مضروبه هنايا داكو عندو زر واحد لي طاب لي هي الاخرى بغيتو تكونوا بخير ديروا داكشي اللي قلت لكم كامل قرار كتوبه ادخلوا دابا نتوما كلكم تقريبا عندكم يوتيوب انستغرام فيسبوك اول حاجه شنو غديروا انا درتها وكنحس براسي بخير اون فولوو لي باج اللي ما عندكم ما ديروا بهم دوك لي باج كي لوحوا التخربيق هذا وشادين في هذا وشادين في هذا وشادين في هذا اون فولوهم فولو رجال الاعمال اللي ناجحين اللي كيلوحوا لكم دي ستاتيو ديال الموتيفاسيون زوينين اللي كيلوحوا لكم الكلام الزوين حيدوا لي الشين دوك لي فلوغ غادي تشرم عندكم ما ديروا بهم اقسم بالله وسائل الترفيه تقدر تدخل لعندو مثلا وتشوف مثلا دابا مؤخرا طلونص هذاك الفيديو ديال اكس 1 اكن 1 كره ارضيه كلها كدوي عليه شفت انا فيديو واحد اللي شفته هو فاش كانوا جالسين بجوج كيقول لها وانا وانا انا بغيت نشوف غير قصه كيديرها من بعد ولا كيطلعوا عندي داك التوندونس ديال المغرب فريمون ما فيه ما يدار التوندونس ديال المغرب الا تبعتي راه ما غادير حتى حاجه في حياتك الوغ اي حاجه غتمرضك ان فولوور انا كنت مبلي بالمسلسلات التركيين وداك الشيء مفولوين الممثلين والممثلات كاملين فولوور ما كاينش فولو كنشوفهم اش كيديروا هذا دابا حيدت كلشي ما طلع عندي حتى واحد الا لقيت عندي شي واحد غتلقى عندي باقي يديروا بالغلط يعني حيدته ما رديتش ليه البال ولا ما كيطلعش عندي فهمتي علاش انا غادي نفولو واحد الممثل علاش باش غيفيدني ممثل كيروح تصورته وهو مرتو عندك هنا هكا ولا هز ولا كذا بالعكس نفولو شي واحد اللي موتيفيني نفولو نوض القل التوكيدات كيف ما تنقول لهم التوكيدات ديال عرف نقول لكم في انستغرام ما تقدرش تفولو غير لي كونت تقدر تفولو حتى لي هاشتاغ مثلا ندير هاشتاغ مليونير اونتربرونور فولو هادو اقسم بالله الا داكشي اللي كيلوحو الا كيتباع بالفلوس كيتباع بالفلوس تقدر تشري فلوس واحد كيلوح عليك فابور يعني مزيان هو تيقلب على لي لايك وداكشي ولكن لا دابا المشكله حتى بنادم كتلقى مثلا شي وحدين كيديروا سبونسوريزي سميتو كتلقاه كيديروا سبونسوريزي الكونت ديالو اش كدير بنت كتبقى غير كتبوزا ميني جيب دايره ها دايره ها كتبوزا دايره ها كيحسب لها راسها راه في هوليوود راه ما داباش تفيدني ما نفولوهاش فهمتي الوغ شي حاجه اللي هي ما غتفيدنيش انا ما غاديش نفولوها صافي وغادي نكون بخير داكوغ الا درتوا هاد القضيه غتمشيو بعيد ان فولو داك تبخشيش شتي هادوك لي باج اللي بداو ما كاينش الخدمه في المغرب لا داكشي حيدو ما عندك ما دير به داكوغ تري بيان ندوزو لواحد النقطه اخرى دابا نحبسو قلنا نجاوبو على الاسئله اوكي بلاش يخليكم وي مهدي بلاش يخليكم معايا دوك ما تزابيوش اخويا مهدي راني ديز لايف اش داكشي وما كان صاحبي محيد سميتو شو شطار غو ديزولي هربت عليكم هذا هو واحد الدري خدام معايا بغاني ندخل ليه الكود ديال الويفي كيفاش كتدخل هادشي هنا هكا كتبدل ليا باش ندير الكود داكوغ تري بيان دابا شو دابا ها كندوي في التليفون وهز لا ستوري باغي نهبط بلاتي اوكي هاشي اكتيفي اوكي هذا هو الويفي نديرو افيشي لو مود باس
الضباط الذي يجلس مونيكسيون صافي هاكا اني مرحبا داكو تري بيان اخي بنك جدابا دابا سي بون دابا الاسئله ممكن يطرحوا ما عرفتش صراحه دابا اللي عنده شي سؤال يقدر يسولني انا خدمت دون لو سيكتور بريفي وما كنقدش نخدم مع شي حد بغيت ندير مون بروب بروجي بغيت ندير مون بروب بروجي باش تنصحوني بكالكو بروجي كي نزيد با ان غون بيدجي مي بورتون رونتابل اون مي شان دي زونتربريز ميرسي حفصه داكور هند داكور انا بالنسبه لي انا بدا فقدت الامل في هاد البلاد لاختي ما تبقاش تقول هاد الهضره هادي وا انيسه ما تفقديش الامل ما عاد الشمس مازال ما طلعتش من المغرب ما تفقديش الامل مازال عندك عندك سميتو مازال عندك الروح انك تتنفسي وهذا ما تفقديش الامل تي في كوا دون لا في اختي انا استاذ كنقري لانفوغرافي وانفوغرافي ديال راسي نيتو لازم نتايت ليا الا كان شي مارشي ولا شي حاجه تنمشي نقري وعندي سوسيتي ديال الكونستركسيون طرافو ديفير وكندير لا كومونيكاسيون لا بوبليسيتي تاعهم مدخلهم داكور داكور باش نجاوب الاخت سميتها حفصه داكور شي خدمتي 4 ans انتما باش نقول لكم واحد القضيه بالنسبه للبريفي تقدروا تخدموا فيه في حاله واحده الا غتخدم واحد 4 سنين وتاخذ ليكسبيريونس ماشي ماشي الا غتخدم مثلا واحد 4 سنين ولا 5 سنين وتاخذ ليكسبيريونس الوغ فاش كتاخذ ليكسبيريونس اش كدير كتاخذ اكسبيريونس من كليان دقه واحده بحال مثلا دابا شي واحد بغى يدير المطبعه ديالو اش غيدير غيمشي يخدم في المطبعه فاش غيخدم في المطبعه غادي ياخذ ليكسبيريونس غادي ياخذ ليكسبيريونس ومن غادي ياخذ ليكسبيريونس غياخذ معاه حتى الكليان الوغ الا درتي واحد البروجي وانتايا عندك ليكسبيريونس ماشي بحال ما عندكش حيت الا ما كانش عندك ليكسبيريونس غتقدر طيح بزاف ديال المشاكل ولكن الا درتيها شوف عاود خويا جبدي لك الطابلو حيت راه مشى الا خدمتي في بروجي وانت داير ليكسبيريونس غتمشي مزيان خدمتي في بروجي ديالك وانت ما عندكش اكسبيريونس غتلقى المشاكل فهمتي حيت كاين استغلال بزاف في هاد البلاد اختي ما تخليتي شي واحد يستغلك اللي غادي يستغلك بدلي علاش نتيا غادي علاش نتيا غادي تخلي شي حد يستغلك فهمتي الوغ المراحل ديال انك دير بروجي شنو هي كتقرا مثلا كتاخذ الباك كتقرا عامين ولا 3 سنين كتاخذ ديبلوم ولا شي حاجه ابري شنو كدير كتمشي تدوز ستاج كتمشي كدوز ستاج في سميتو في داك الدومين واحد عام وانت تخدم فيه هذا مثلا عندكم مثال مثلا دابا كما قلت لكم انا غادي ندير مطبعه الوغ فاش كندير مطبعه شنو تيطرا كندوز فيها مثلا ستاج كندوز فيها عامين ولا 3 سنين الخدمه ملي كندوز فيها 3 سنين عامين ولا 3 سنين الخدمه شنو تيطرا عاوتاني تناخذ ليكسبيريونس بزاف وتناخذ حتى الكليان راه ملي تخدم مثلا في واحد الدومين راه اوتوماتيكمون فاش تخدم في واحد الدومين اوتوماتيكمون تتولي عندك ليكسبيريونس شي مطبعه بالضبط راه الكليان ماشي صافي هكا هو تكون هكا فاش شوف الا عندي شي حد ولا شي لعبه لا ماشي ما كاينش لا يقول لي انا كاين هنا صافي الا عندك شي كليان مثلا في المطبعه تيجلس حداك مثلا انا سميتي بدر تيقول لي هكا اخي بدر مزيان صايب لي هادي وهادي وهاي النمره الا كانت شي حاجه 90% كتصاحب معاه انت ماشي كيتصاحب معاك هو ماشي كيتصاحب زعما مع مول الشيء مع مول المطبعه الوغ انت فاش كتمشي دير المطبعه ديالك وصدقات لي انا خدمت المطبعه واحد النهار غير شهرين وخرجت كان فيها ستريس بزاف وخرجت ما قديتش عليه 7 ولا 8 ديال الكليون دوك 7 ولا 8 ديال الكليون كيبقاو هما كيجيبوا لك بنادم والريزو تيكبر واش فهمتي فوالا هادشي اللي كاين الوغ شنو هو البروجي اللي غدير اول حاجه كاين دابا تقدر دير بروجي براس المال وبروجي بلا راس المال بروجي ديال راس المال شنو هو بروجي ديال راس المال عندك مثلا واحد المونطون اللي هو اكس داك المونطون اللي هو اكس غتشوف داك البروجي ديالك شنو النوع ديال اللوكال اللي خاصو ما تكونش مثلا غدير قهوه فواحد الزنقه اللي هي ضيقه ما غاديش ما طلعش يعني القهوه 90% خاصك الشارع غدير مثلا شي مصبانه ولا شي حانوت ولا شي لعبه ممكن يجيك الزنقه علاش كاين بنادم تيدوز تقدر دير لي بانو بوبليسيتي تاع الزنقه ولكن تتخلص عليهم الضريبه فوالا بغيت ندير شي مشروع ما عرفتش اش ندير شوف غنقول لكم واحد القضيه من اسباب النجاح ديال المشاريع هو دير داكشي اللي انت تتبغي انا نقدر مثلا نجيبك دابا مليار هاكا هاي مليار كاس ونقول لك يلاه دير لي ريستورون انا ماشي كتفهم في لا ريستوراسيون ما تنجحش دير داكشي اللي انت تتبغي الا انت تتبغي مثلا شي حاجه ومازال ما تتقناش مزيان سير تعلم دير لي كوك راك انا كلكم باقيين صغار باش نقول لك ما حد بنادم باقي هنا ما فيهش 40 عام الا انه يتعلم بنادم فاش كيفوت 40 عام كتمشي عندو ديك الامكانيه ديال يعاود يقرا
مع كل احترامي اليوم وكاين اللي تبارك الله كابابل، ولكن ما عندك ما فتيش 40 عام كلكم هنا باقيين ديجا تبارك الله. نمشي نشوف شنو هما الحوايج اللي غننجح فيهم. هذا مثلا دابا انا لا سوسيتي كما قلنا دايرين فيها البني طرافو ديفير في جهه، كونستريكسيون ولا بوبليسيتي كومونيكاسيون بوبليسيتي جهه اخرى. انا الدومين ديالي هنا هو كونستريك هو الكومونيكاسيون بوبليسيتي. هاد الجوج اللي قلت لكم ديال طرافو ديفير وهذاك راه غير كنحاول نتعلم فيهم، ولكن ما تنفهمش فيهم مزيان. غتقولي علاش درت فيهم؟ الوالد هو اللي مكلف بدل البول هادي، هو مكلف بدل البول وانا مكلف بالكومونيكاسيون والماركتينغ. الماركتينغ اللي عنده علاقه بالبوبليسيتي ماشي الماركتينغ اللي عنده علاقه بالفينانس، داكشي ما تنقشبلش فيه. فوالا، يعني الا كنتي غدير بروجي اول حاجه شنو خاصك دير؟ خاصك بدا تبدل عقليتك. راه الا ما بدلتيش عقليتك والله العلي العظيم والله العلي العظيم ما غتوصل. علاش؟ غتبقى ديما غتقدر تفشل المره الاولى، غتمشي تصايب سافي عاوتاني، تبقى تدفع في ليزانونس، غتبقى تمرض والاحباط. لا، دونالد ترامب رئيس الامريكان دار فايت، ضربات عامين الثروه اللي كانت عنده دوبلة ثلاثه ديال المرات. ها باش نقول لكم، هذاك راه رجل الاعمال، كاين دابا اللي يقدر يعيرو ويقدر يقول هذا 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 هذا، ولكن داك السيد تنحتارمو. اسمحوا لي واحد الدقيقه ندير واحد العمليه عافاكم وانا معاكم. اوكي بلاش نديرو الحديقه، انه كنت ندير قرعه الماء هنا. اوكي بلاش نردها، ما لقيتش باش نكالي التليفون. اوكي تري بيان. دابا وحودي حنا عندنا اكثر من 10 ديال السنين والزهر. الله يجيب عمرك، عمرك تبقى تقول الزهر. شوف الزهر عقليه ديال الفقراء، يلا كنا دابا ما كاينش شي حاجه في الكره الارضيه سميتها الزهر. ديري الاسباب، دير واحد القضيه. مثلا دابا انا كندير بعض المرات انونس ديال خصني ستاجير ولا خصني شي حد يخدم معايا فريلانس، ولا تخيلي معايا 80% ديال لي سيفي ما فيهم ما يتشاف. كاين اللي ما كيديرش لك سميتو، كاين اللي ما كيديرش لك النمره، النمره غلط، كاين اللي ما كيديرش تصويرتو، كاين اللي عنده الزحام. واعتي راه السيفيات جربوها غير نتوما، دخلوا الماروكانونس، دخلوا الماروكانونس، دير انونس بانك راك سوسيتي وغتخدم شي حد وغادي يوصلك الاف ديال السيفيات. تخيلوا معايا كاين واحد الوحده داك النهار صيفطات لي السيفي ديالها، دير الوريضات ديال سناب شات هنايا ودير شنو هاد الدفاك اصاحبي، واش انتي غادي باغي تخدمهم صيفط ليا؟ هذا كيتسمى تبرهيج هذاك، فهمتي كيفاش؟ هذاك الشيء تيتسمى تبرهيج انك تصيفط. شوفوا على حسب السيفي خصو يكون مقاد مزيان، واش فهمتي؟ بريزي زيرو ديرهم شنو بحالاش؟ انا اختي بديت زيرو ديرهم. كيفاش ماشي زيرو ديرهم؟ ديك زيرو ديرهم انا نوريكم كيفاش بديت لا سوسيتي ديالي. كنت جالس قال لي الوالد واش نديرو واش نديرو، هذا الشيء في صيف 2016. قلت لي اوكي. مع ذلك بقيت كنقري بواحد المدرسه اخرى، انا راه 4 سنين ولا تنقري في بريفي، تنقري انا فوكافي. اوكي زيرو ديرهم شنو كدير؟ كاين جوج حالات، يا كدبر في مليون كتحطو في بنك على حساب اس اي غير. انا كنقول لكم تجنبوا ليا داك اوط اونتربرونور، لانه المزايا ديالو واقفين. يعني حتى كاع شي ماركتي ديال الدوله ولا شي لعبه ولا ما تقدرش تشدو، لان ما عندكش لا باتونت، ما عندكش بزاف ديال التخربيق. ما كنفهمش في هذا الشيء مزيان، ولكن دير سوسيتي اس اي غير احسن لك. بغيتي تعرف لي زانفورماسيون سال عند اي كونطابل، ما فابور ما يقولك لا عطيني لا ما تعطيني، غتمشي عندو غتقول اخويا بغيت ندير سوسيتي كدا 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 كدا، ما يقولك غيقولك لي زيتاب اللي كاين، غيقولك ها شحال خاصك شحال خاصك. المهم القليله غنقول كاين جوج حالات، يا غدير مثلا الحاله الاولى انك غتمشي عند كونطابل وغدوي معاه يقولك مليون ونص ديال اش مليون ونص مليون ديال صاغل حتى 3000 تقريبا وشي حاجه ديال الوراقي والتامبرات وداكشي، ديك 2000 الاتعاب ديالو هويا صافي وتتبدا. كاين واحد الحاله اخرى، كاين دي سوسيتي اللي هما كيديروا لك كرياسيون كتعطيهم 5000 درهم كتكلفوا لكم داك الصاغل وكلشي ديال البنكه، كيتكلفوا لك بالكونطابيليتي في الاول بين ما انت كطلع، كيتكلفوا لك بالدوميسيلياسيون. شنو هي الدوميسيلياسيون؟ هو العنوان ديال لا سوسيتي، حيت ضروري خاصك عنوان فين يوصلوك البراوات، عنوان فين، فهمتي؟ الوغ كتحل عاوتاني كونت في لا بنك، كتشوف اقرب بنكه، كتشوف ديما شي بنكه مزيانه، يعني من ناحيه ديال الستاسيونمون ديال الطوموبيل. تخيل معايا راه كاين الابنك اللي كيهربوا منهم عباد الله على ود ما كاينش ستاسيونمون ديال الطوموبيل، كتلقى ديما لي زانتيغدي، ديما الزحام، ديما الديباناج. انا راه طرات لي في 2015 واحد البنكه كنت حطيت فيها الطوموبيل غير مسخر، خرجت ما لقيتش حاجه، حطينا شي 450 درهم اللي حطينا، ولكن كتقول راه انت اللي فوتيف، حطيتها في بلاصه مين كيدوزو الناس، وبزاف الطوموبيلات حاطين تما، خرجنا حنا ما لقينا حتى واحد ما لقى الطوموبيله ديالو. الوغ هادو هما المراحل اللي قلت لكم. كاين جوج حوايج تقدر ديرهم، يا تمشي عند كونطابل هو يتكلف ليك وداك الشيء،
وكاين عاوتاني كتمشي عند سوسيتي، كاين دي سوسيتي هما كيديروا لا كرياسيون، ولا قلبتو غير في ابيتو غتلقاهم ولا في فيسبوك. الوغ كاين اللي غيقول لي خصني راس المال، خصني راس المال، راس المال كاين شي حوايج تقدر تبداهم بلا راس المال فوالا. وكاين شي حوايج اللي ضروري خاصك راس المال، فهمتو؟ الوغ مثلا راس المال، انا مثلا غندير شركه ديال البني، غير شي عندي شي واحد غيقول لي خويا راه خصني نبني واحد الكراج ولا خصني ندير هادي هادي. اوكي اخويا هاد الدوفي ديالك شي غيطلع لك مثلا بواحد 30000 درهم، 3 المليون، 3 المليون عندي فيها انا مثلا مليون ديال الربح. خونا في الله اللي غنصيب ليه القليله خصو يعطيني افونس باش نبدا، غنشري ليه السلعه وغنخلص الخدامه وهذا وهذا وهذا، هذه هي زيرو درهم. يعني كاين دي زاكتيفيتي ديال الكليان هو اللي كيخلصك، عاد انت كتجيري الامور ديالك. مثلا صافي شنو غندير؟ غادي ملي غنسالي الخدمه هو غادي يعطيني الفلوس، انا غيعطيني شنو هي الفلوس اللي غيعطيني؟ غيعطيني الربح ديالي. يعني قبل ما نكمل الخدمه خصو يبدا يعطيني جوج المليون ديال الخدمه، ديال التماره، ديال السلعه، ديال الخدامه، ديال الترونسبور، ديال بزاف ديال الحوايج. داك المليون اللي غيشد غندخلو للكونت بونك. واحد الحاجه راه اصغر دبانه، شي دبانه اللي دازت من البيرو خاصك تعرف انها دازت، الرتيله اللي دازت خاصك تعرفها. الا ما عرفتيش ابسط المعطيات على لا سوسيتي ديالك، اي سد سد، ما تبقاش بون. كاين بزاف ديال، انا غادي نجاوب على الاسئله كاملين ان شاء الله. داكور. السلطان حفصه استغل من الشاد لي زامبور. نقول واحد الحاجه اختي، شوفي لي زامبور ماشي كيشدهم كياخذهم كيديرهم بجيبهم، لا بالعكس، راه داكشي راه هما باش كيتخلصوا الناس، والفلوس راه غاده ودايره. بالعكس راه الا ما كانوا الشركات في المغرب داك النهار، هذا العام هذا تسدات 2500، لا 3500 بشي حاجه ديال لي سوسيتي صغار سدوا، وبنادم بقى كيضحك يا اخي راه دوك راه ماشي من صلاحتك كيسدوا، راه الا سدوا راه غيزيدوا لك في حوايج اخرين، غترفع الدعم على حوايج اخرين، راه ماشي من صلاحت الواحد يبقى يقول بحال هكا. بالعكس الا انت غتدخل الفلوس نخلص لي زامبو، علاش ما نخلصهمش؟ ضروري خاصك تخلص لي زامبو. واش غتخدم فابور؟ ها انت مثلا حنا ما خلصناش لي زامبو، ما خلصش لي زامبو، ما خلصش لي زامبو، الدوله باش غتطلع؟ باش غيتخلصوا الاساتذه، باش غيتخلصوا الطبيب، باش غيصيبوا السبيطارات، باش غيديروا، باش غيديروا؟ حنا ما كيهمناش، كاين شي حوايج شوفهم لك الفساد، يلك الفساد فين ما مشيتي كاين. انا ما نقدرش نهضر على الفساد، علاش؟ ما عارفش شنو تيهضر، ما عارفش كيفاش كيشفر، كيفاش كيدير. الفساد فين ما مشيتي كاين، فهمتوا؟ راه جلاله الملك ملي كيهضر على الفساد، راه هو كيهضر على الفساد في الخطابات ديالو ولا كتسمعوا ولا تيقول بلي خصنا نحاربوا. فعلاش راه ما يمكنش ندير واحد القضيه؟ مثلا احمد الشكيري اللي كيدير برنامج خواطر، عنده جوج ريستورات في السعوديه سدوا ليه واحد، ولا ما عرفت قال عنده غير واحد سدوا ليه. علاش؟ الجيرون ديالو مرتش البال. الا انت مثلا مخدم معاك واحد 300 واحد وكيشفروك وتيديروا لك، باش غتعرفهم؟ ما تقدرش والله الا عرفتي، ما يقدر يكونوا كلهم متحدين ضدك، فهمتي؟ يعني عمرك ما تبقى تقول لا الدوله وهادي وكذا والرقم ما قصدك، داكشي ما خدامش. ما تبقاش تقولوا لا الضرائب، خلص الضريبه صافي 20% تكون بحالك. مثلا هذا الكتاب هذا غنشريه انا مثلا، غنشريه ب 100 درهم، لا ما نشريش ب 100 درهم، نشري مثلا ب 50 درهم، غنعاود فيه البيع. شحال غادي نبيعو؟ غادي نبيعو مثلا ب 90 درهم مثلا، ما وصلتش النص، نبيعو انا غير ب 90، ولا نبيعو ب 100، يا سيدي 100 ياك 100. الوغ علاش دينا 100 قسمناه على 5؟ شحال غادي تخلصك؟ 20، 120 ما عندك 20 درهم، راه تخلص الضريبه، راه شيطالك انت 30، شيطالك انت هي 30 درهم ولا 35 ولا ما عرفتش، شكون بحالك؟ 25 كاع، شكون بحالك؟ يعني انا مخير راك بجميع الحالات رابح. انا ما كنت باغي تمشي مثلا تقدا واحد البرودوي اكس، ما عرفتش انا الحساب كيحسبتي، المهم انا راه زيرو في الحساب. من انت غتمشي تقدا واحد البرودوي اكس، ضروري خاصك سميتو، ضروري داك البرودوي فاش غادي تقداه ضروري كتاخذ انت فاكتوره. مثلا دابا كما قلنا غناخذ انا واحد الكتاب، غنشري فاكتوره، غنشري راه ملي كتمشي انت عاوتاني كتبيع الكليان كتعطي حتى هو فاكتوره. الا بغيتي تكون مزيان دبر في لي فاكتور. مثلا غادي نخدم شي حد، الا خدمتي بلي فاكتور كتسمى انت بحال كتسخر، كتاخذ عند كليان وكتعطي الدوله، ما الربح ديالك ديما كاين. علاش تبقى تفكر في الضرائب؟ الا فكرتي في الضرائب راك ما غدير حتى حاجه، فهمتي؟ الوغ حيد هي ديك الفكره ديال لا غنخلص الضريبه، الضريبه ضروري خاصك تخلصها، ولكن قلب على الربح عاوتاني، قلب على الطوطالة، فهمتي؟ كاين واحد الطريقة عاوتاني تيقول كيفاش تربح مليون دولار، واش نبيع مثلا واحد 7 ولا 8 ديال البرودوي غاليين الناس قلال والربح دغيا، ولا نبيع بزاف ديال البرودوي بزاف الناس والربح عاوتاني؟ كل واحد كيفاش كل واحد على حسب، كتشوف عاوتاني على حسب البرودوي كيفاش داير، واش داك البرودوي يستاهل مثلا أنه مثلا الشركة ديال البنتلي ما كيديروش إشهارات كاع تقريبا،
ديما رابحين ديما تيبيعوا لي برودوي وداكشي علاش تيقول لك حنا لي برودوي اللي كنبيعوا ما كي... الناس ما كيتفرجوش في التلفازه يعني الناس اللي كيشريو من عندنا كاع ما كيتفرجوا في التلفازه يعني عارفين حنا لما تنبيع فوالا اين يقول بريفي بري دو توا محيحين اه كاين واحد الروض هدايا هنايا عرفتي راه الروينه تيقراو القران تيقراو كلشي ما كاين صراحه ادابتيت معاهم ما كيصدعونيش كون درت راسي معاهم ما غاديش اكسبتي سيرو بلي من بنت ديما نبقى نشوف اللي هنا يدير اختي انا دابا ماش غنقول لك ما حلتش فيسبوك انا حل غير لك فيسبوك وخلا ما حلو هنا انا لقيت شي دابا غن اكسبت كلشي غنلوح لكم من الانستغرام ديالي الانستغرام حتى هو ان شاء الله غنبدا ندير فيه لي لايف تري بيان مزيان داكور je ne sais consulter que sur internet est-ce qu'une autre méthode si حريه جميع الخدمه اللي خدمت في حياتي كلهم بوستاتهم غير سيغ انترنيت ديموندات ديك القضيه ديال السيفي ديال كودور والله لا ديموندات بالله كاين بحال واحد اللي تلقى فيها هاد القضيه هادي الا دزتي مع شي مغازات الحوايج كتلقاهم معلقين بوزوان دي فوندوز تكون هكا 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 انا الصراحه بيني وبينكم جي سوي كونت خل بنت تخدم فوندوز سيغ شوف ما عرفتش سي ماشي بون الحوايج ديال البنات ما عرفتش شنو نقدر نقول لكم خصوصا لي بوتيك الدراري وداك الشيء تكون التحرش تكون بزاف الحوايج انا كاين شي حوايج اللي ما نبغيهمش لاختي ولا لبنتي مستقبلا الا كانت عندي بنت وهضر ما نبغاش تكون لكم نتوما معايا فوالا كومون ايتابليزي لا سوسيتي ني سي بريمي مو فوالا سوسيتي باش نشرح لك واحد القضيه اول حاجه كنقول لكم لا زيطاب بالخف غندير مثلا الشركه ديال البني اول حاجه شنو غندير غنكري سميات خمسه ديال السميات كتكريهم بالتتابع باش ملي كتصيفط التوصي ديالك للصنف ديال انفستيسمون تيختاروا لك سميه كيشوفوا دوك السميات الاخرين واش كاينين في المنطقه ديالك صافي تصيف مي كيختاروا لك سميه من هذوك السميات حاول دوك السميات اللي غدير كلهم يكونوا عاجبينك تيختاروا لك سميه صافي تيخرجوا لك شي روجيست كوميرس تيخرجوا لك بزاف ديال التخربيق ابخي ملي كيختاروا لك سميه مثلا اختاروا لي مثلا واحد السميه ديال والله ما عرفت مثلا جو سي با اختاروا لي مثلا ماروك كونستركسيون شي دابا كنكري اللوغو ديالك واش شي واحد تيخدم في الفريلانس شي ديزاينر انفوغرافيست ولا لك تجي نيت تجي تقدر تصايبيه مزيان كتصايبي اللوغو ديالك كتصايبي لي كارت فيزيت ديالك كتصايبي لي سيبور ديالك لي فلاير هاك 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 كتبدي ديري لا بوبليسيتي سيغ انترنيت سيكون عندك واحد راس المال صغير باش ديري بس الا كان ممكن تسبونسوريزي سيغ انترنيت الحاجه اللي كتخسر عليها الفلوس هي اللي كتجيب لك الفلوس شوف واش حد يفرق لك لي فلاير هابطين تي نيت راسك سيري عندي سونتر دافير شنو سونتر دافير هو واحد العمارة كيكونوا فيها الشركات بزاف ندخلوا نفرق لي كارت فيزيت لي كارت فيزيت لي كارت فيزيت لي كارت فيزيت صافي سيرمون الا درتي هاد الاسباب راه والله غتكوني كافرة ما نعرفش تتعب ديال اصلا ربي غيسهل عليك انك درتي الاسباب واش فهمتي شوفوا مثلا دابا اسرائيل ميريكان ماليزيا لا ماشي ماليزيا مزياني شوفوا كاع دوك الدول اللي هما كتقول لهم نتوما كفار تبارك الله العمارات كي دايرين ربي مسهل عليهم حنا لا حنا كناكلوا بعضياتنا نضربوا بعضياتنا وهذا دار هذا ما دار كنا كنسدوا كيف منا كون وصلنا بعيد فوالا المهم كما قلنا كتكري لي سيبورت كومونيكاسيون ديالك ابري شنو كديرو كتبداو لا بوبليسيتي غير باش نقول لكم واحد القضيه يد واحده لا تصفق جوج دين تيصفقوا معا الا درنا هكا كنبقاو مشدودين درنا هكا تنطيحوا الوغ شوفي شي عند كونفيونس دري ولا بنت خالتك بنت عمك شي واحد اللي قريب لك في الدومين هذا مثلا غادير سوسيتي ما خاصش كلشي كيكون كيفهم غير في حاجه واحده الا مثلا نتوما جوج انفوغرافيس درتو سوسيتي تقدروا تلقاو مشكل ولكن الا انفوغرافيس دار مع ديفلوبور ودخلوا معاه شي واحد كيدير جيستيون دونتربريز بوم فكره غادي توصلوا بعيد الا كنتو كون ما كنتو كون ما كان يعني لي دومين مختلفين كل ما سميتو كل ما كان كاين واحد الامل انه كاين واحد الامل انه سميتو بلا تسمحوا لي ندير التليفون في لاشارج باش ما يطفاش لان دابا عندي الباتري خاسر صافي سي اون دو با هو كيتشارج اوكي تري بيان كومون هذا بزين سوسيتي اوكي خويا حتى الا كانت عندك الشان يوتيوب باس مو اختي عندي لاشان ولكن اش ندخلش داكشي انا فرص اول مره في حياتي كندير لايف حيت فريمون كنشوف لي البنات كيبارطاجي ولا بغيت تخدم لا هذا بقى فيا الحال الوقت نقول علاش بنادم ما يديرش شي حاجه ديالو ويتهنى من هذا الصداع كامل اوكي اختي عندي لاشين داير فيها بدر مرواني راه شوف غير اش ندير واحد القضيه نقول لك واحد القضيه ندخل للكونت ديالي انتم شوفوا كاع اللي بغى يدوي معايا ولا شي حاجه ندخلوا كلكم للكونت ديالي فيسبوك ها هو طالع
لي اجوتي ولا اللي ملي بغات دير لي اجوتي ماشي مشكل، تصيفط لي ميساج غير في بريفي. بون انا دابا ديجا ميم با 10 دقائق غادي نقطع، عندي التزامات مع الثلاثة. الوغ انستغرام ديالي كينغ بدر مرواني، ولا ديروا بدر مرواني ولا دخلوا عندي كاع الفيسبوك بروفيل 90% غتلقاو، بلاتي نشوف واش حاطه ولا لا. بلاتي سمحوا لي انا نشوف. وي كاين الا دخلتوا للفيسبوك ديالي غادي تلقاو اللين ديالي في الجيم فين تيكونوا، ولا في ابروبو داكشي ان شاء الله غدا عاوتاني نعاودوا شي لايف واحد اخر. يعني اللي بغى يدخل عندي مرحبا به، نقدر نجاوب على الاسئله ديالكم كاملين، نقدر نهضر اوديو. المهم ماشي مشكل، يعني كلشي غتوصلوا المعلومه اللي بغا. انا قريت لانفوغرافي وبغيت نخدم فريلانس باغ انترنت، كيفاش نعلم كيفاش نجيب لي كليون. اختي بالنسبه لي زانفوغرافيست، بالنسبه لي زانفوغرافيست سمعوني، كاينين 3 سيت، كاين يوديمي، فايفر، غراف، تيم فورست. هاد لي سيت ندخلوا عندي باش نصيفطهم لكم، لان ما عنديش كندير انا فايفر دوزير في الاخر. يوديمي يو دي او ام اي غريك، هادو الناس خلاو خدمتهم وجاو خدموا في هاد لي سيت. الا قلت لكم حاجه والله ما غتيقوا، واحد السيد صايب موديل ديال لي سي في وديال شي حوايج تقدروا تصايبهم انتمايا، والله الا وصل لمليار و200 مليون في داكشي في 5 سنين. تخيلي معايا واحد واصل لمليار و200 مليون، عشني مليار و200 مليون وباقي بنادم خدام. انا دابا والله الا بعد ما كنتش كنقول شحال هذا، كنقول ليه بنادم الا عطيتك مليار شنو غدير بها؟ تنقول غادي نجلس غندير ليا مليون في الشهر وغادي تقدر تخلص بها حياتي كامله، وغنجلس ونمشي نشري ليا شي ابارتمون زوين نبقى غنتريني وناكل. ماشي حياه هادي، ربي ما خلقناش باش نخدموا 8 السوايع ولا 10 السوايع ونوصلوا ل 60 عام. تخيل معايا كتخدم 40 عام باش تقاعد باش ترتاح 10 سنين. وات ذا فاك، علاش مثلا ما نضربوش تماره توصل 45 عام، وديك 45 عام كل شهر نمشيو نسافروا لشي بلاصه، سافر ما بغيتي، سير لماليزيا، سير الميريكان، سير العمره، سير الحج، سير تفرج غير في ماتش في شي بلاصه، سير لعب التنس، دخل تقيد في الجولف. تخيل معايا دابا انت مثلا شي دري ولا شي بنت ولا تخيل مقيدين في الجولف مثلا، والله الا السعاده واحق. دخلتي مره واحده جوج مرات في حياتي ديغنييرمون شهر ثلاثة ولا شهر ربعة اللي داز، الله ما عقلت، والله إلا السعادة تما وحق الله كتحس براسك بواحد عندي دي فوطو في انستغرام تدخلوا تشوفوهم. كاين واحد هذيك بيزنس لايف دا كاين تدخلوا تكليكو فيها، كاينه في البروفيل. انا ما مقيد فيه ما والو الصراحة، ولكن الأمنية ديالي إن شاء الله نتقيد فيه. علاش مثلا ما تقيدوش في شي صالة سبور تدخلوا ليها غير الناس الزوينين ونقيين، بنادم ما بقاش يتزاحم معاك. يعني حاول ملي غادي ان شاء الله توصل لديك النيفو ديال انك وصلتي وعندك الفلوس وهذا، ما تانفيستيش فلوسك في التخربيق. شوف حيت عيدك الطوموبيلات الغاليين وهذا، عندي انا واحد الطوموبيل والله الا خديتها ب 5 مليون ونص كاش 2013، باقي عندي اليومين هذا سبور تونينغ، كل مره كنبدل فيها شي حاجه، مره هذا مره نبدل ليها نعاود نقاد لها الصباغه شي لعبه، ولكن الميكانيك ديالها زوين. فهمتي ما كتاخذش مني بزاف، الضريبه ديالها هي رخيصه 350 درهم شحال درت بها كاشي كسيدر حاجه ما تيبقاش فيا الحال صافي دونت جيف ا فوك. علاش ما عنديش رويس رويس ما عرفتش تيقولوا ليها بنت ليه ولا هامر ولا كشي داكشي كيشريو الناس غير باش يبانو. شوفوا ما تكونش عندكم ديك عقليه الفقراء ديال نخسر الفلوس في شي حاجه واعره باش بدا يشوف نهز ايفون. شاد التليفون دابا اللي كندوي معاكم فيه والله الا خاسر ليه الباتري ومهرسه ليه شويه ليكرو، واقيلا خاسر به شي حاجه اخرى والله ما عرفت. وكنقول اقسم بالله سالي غادي نمشي نصيبه، هو الصراحه او ما خصني نصيب ليه الباتري، يعني الباتري مهم مزيان فوالا. الوغ ما تبقاش تنفقوا الفلوس في شي حاجه، الا بغيتي تشوف الا بغيتي تكون غني وتجمع الفلوس ودير سوسيتي ديالك وداكشي ما تخسرش الفلوس لامبورت كو. مثلا كاين بنادم اللي خدام مصاوت خدا طبير وهذا وهذا، كتمشي تتغدى ب 50 درهم 60 درهم، عرفتي انا 60 درهم نتغدى بها 3 ايام، اقسم بالله العالي العظيم كنتحداكم 50 درهم 60 درهم نتغدى بها 3 ايام. فهمتي راه 60 درهم راه غتشري كيلو د لادان ب 40 ولا 45، غتشري الخضره والروز والله الا ثلاثة ديال غوبا زوينين. انا تنطيب في الدار كندير كلشي بوحدي ما عنديش مشكل، طونك ساكن بوحدي وكيجي عندي الدار مرة مرة وهذا، والله الا عايش واحد لافي زوينة وحق الله ما كنخسرش فلوس نامبوغت كوا. يقدر شي واحد ماشي يقول لي والله الا نديرو شي قهوة في شي بلاصة بعيدة ولا هذا ولا نخلصو ستارباكس ولا فاكي اخويا خليني انا ما باغيش نمشي انا ستارباكس. انا مشيتي ستارباكس غير ثلاثة اربعة مرات في الشهر، هاهي 200 درهم انا تنخلص بها الموديم. ها هو عندي الموديم اللي عندي هنا زوين، فين ما سافرت كنديه معايا، نجي نمشي لاي بلاصه تنديه معايا وباهي خير، فيه الفيكس ديالو فيه كلشي. الوغ الا خدمتو
الا خدمتي انت مبادله العقليه هذه غتبقى كاين اللي كيقول لي تقراها وهذا ما كديرش. سافرنا في الصيف مشينا انا وما انا وشي دراري مشينا لمارتيل جلست انا 12 يوم وجلسوا معايا 6 ايام وكاين اللي مشى وكاين اللي بقى. انا في 12 يوم في مارتيل خسرت 2500 درهم بالكراب ماكله بالليسانس تخربيق كامل. كاين اللي يقول لي كي درتي لها الدراري اللي معايا المخير فيهم في 6 ايام حط 5000 درهم تي الماكله في النهار عندهم كيوصلوا 300 درهم. انا داك الطاكوس وداك الشيء تنصيبو حتى هو في الدار راسو لي هومبورغ تنصيبو اشكال وانواع. خصك عندك على العقل. علاش علاش انا مثلا غنسافر؟ علاش مثلا تنقول مثلا داك الفلوس اللي غنمشي ندير بهم هادي وهادي ماشي انفيستيها لا باس كتسافر كتبرع راسك. علاش قلت مثلا نمشي شي بيتين زوين نمشي مثلا سيجور شي اوتيل تيطلع على شي بلاصه زوينه ناخذ فيه التصاور نحيد عليا انا غير ديك الحرقه. بعد ما كتدخل كتلقى شي واحد مصور في شي بلاصه زوينه عماره وتحت كيبانوا لك الديور كيبقى فيك كتقول واه كنا كنت انا هنايا لحيتي لك هذيك الحرقه بحال هكا راه كتكون باخر فوالا. ولكن هذا الوقت مظاهر للاسف. شوف اللي بغى يدير المظاهر خليه قولي ليه فاك يو فهمتي مالي ما كي لي انت ما تكونيش بحال هكاك شي اقسم بالله قراو هذا الكتاب هو نهار لما قراو راه كاين في يوتيوب سمعوه الا عندكم الوقت راه فيه 8 السوايع كل نهار سمعوه غير 40 دقيقه فيق الصباح فطري مع راسك قهوه كرواسه شوفوا باش كتفطر. انا كنفطر بقهوه كحله خفيفه كاس قد هكا ها هو الكاس الله الا ها هو ديال القهوه اللي كنشرب فيه قهوه كنشد بتيبان ديال درهم كتباع حدايا هنا كندير فيها الشوكولاط والفرماج وكنشد بان دو ميتا وكندير فيه الفرماج والشوكولاط رخيص ماشي شي حاجه يعني غير هذيك ديال بان دو مي ديال 15 درهم ولا درا تدوز ليا 10 ايام فهمتي يعني كتشوف كتمشي راه كتاري ديال الاعمال اللي هما لاباس انا متي فطروا بحال هكا كاس العصير داكشي خفيف وزوين كاين اللي كيشري بتيبان ب 5 درهم 10 درهم الله يسهل عليه انا ما عنديش امكانيات باش نشتريها. علاش ديك شتي ديك مثلا كما قلنا بشي بام درهم وكاين بشي بام 5 دراهم يعني 3 دراهم من ديك 5 دراهم الا صدقتيها راه بخير حلال عليك. مشيتي لشي باركينغ ديما دور معاه ما تبقاش تحبس لا خويا انا جيت وقفت 5 دقائق انا نعطيك انا لا خويا ديما تحنا طلع حيد من ديك القضيه عطيتيه 5 دراهم راه ديك الساعه ربي سهل لك 100 درهم ولا 200 درهم ولا ما عطيتيهاش ليه الدوخ يشدك بوليسي ما كتعرفش ربي. شوف راه الصدقه راه تتنجي الصدقه تتنجي وكتدخل الجنه وتدير بزاف د الحوايج زوينين. سرباي في قهوه تهلا فيه حتى هو عساس عندكم في الحومه تهلا فيه جيب ليه مره مره الماكله ودرار دير الخير تلقاه اقسم بالله. شو سميتو ليبرتي في دو بلاي كاين اسرار عقل مليونير هذا كاين واحد كتاب سميتو كيف تبيع اي شيء لاي انسان كاين اب الغني والاب الفقير كاين 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 اغنى رجل في بابل وكاين فن القياده والاداره وكاين دو سيكريت السر هذا احسن كتاب باقي ما ساليتش خصني نشري. انا نقول لكم كاين الكتوبه بنورمالمون مخرجينهم الناس بلونغري ومترجمين بالعربيه بحال دابا هذا ها هو العربيه اغا ها فين واصل انايا انا باش معلمها هي كل نهار تنقرا شويه على حسب الوقت كاين النهار اللي ما تنقراش فريمون ها هو هذا الكتاب هذا هو بلونغري هنا مشى ومديرو هنايا سيكريت اوف مليونير مليونير مايند خاص تكون عندك عقليه المليونير. اللي كانت عندك عقليه المليونير اقسم بالله راه تقدر تحرق لك دارك ودير فايت وهذيك الساعه غتكون عندك واحد العقليه ما تجيش تنتحر ولا تقول لا ما عنديش ولا عندك عقليه ديال انك طلع. انا كانت عندك هاد العقليه هادي بحال اللي قلنا دونالد ترامب دار فايت في عامين ولات عنده ولاو عنده داكشي كثر من اللي كان عنده شحال هذا ولا غير خصك الالتزام. الا التزمتوا بهادشي اللي قلت لكم في هاد الورقه وهذا 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 غتمشيو بعيد. خصك تعرف واحد القضيه اللي ما كيغامرش راه ما غيدير حتى حاجه. اللي ماشي قاعد الناس اللي ولاو لاباس عليهم دابا كلهم كانوا تيغامروا فهمتي. ميريل فهري انت فاش خدام اختي انا كما قلت لكم قبيله تندير لي كور في الانفوغرافي دي فورماسيون اكسيليري داكشي اللي كيتقرا في عامين تنقرا انا في 4 شهور. عندنا انا والوالد دايرين سوسيتي اس اي ار ال ديال كونستركسيون بوبليسيتي كومونيكاسيون طرافو ديفير البني ولي ريدو الالومنيوم. هاد البلاصه اللي جالسه انايا اللي كتشافني على حساب العيشه سوسيتي كبيره ولا كاري كراج انا والدراري صحابي صحابي ماشي ما خدام عندي حتى واحد ما خدام انا. كاين لاتوليي تحت ديال الالومنيوم وداكشي كنديرو كنصيبو لي بلاكار وداك التخربيق اللي مشات النحاس دوك لي مابل كيتيا وايكيا كنصيبو انا بطريقتي يعني بكاليتي زوينه. داير البيرو ديالي الفوق في تقريبا 2 متر ودمي في العرض على 4 متر في الطول مقادتو بطريقتي بالديزاين ديالي عندي التلفيزة داكشي اللي كنحلم بها. نتوما ندير واحد القضية شو اللي كانت كدور الكاميرا هو كيعجبني وكنحلم بها انا معلق وانا تديد واي ديد يو جيت اب تو دي علاش تفقتي اليوم هذاك عطيني ديك الطونوبيل هنا المارينا هنا البحر هنا البيزنس التلفازة دابا طافيها مكيناش نشعلها فوالا هنا البيرو فيها هاديك ديالي فوالا وانا خدام وبخير.
وقت ما بغيت نخدم تنخدم، وقت ما تتفسق ليا بعض المرات بعض المرات كتكونش عندك الكانه، ولكن ما تكونش عندك الكانه اول حاجه شنو غدير؟ شارجي الطاقه الايجابيه ديالك. بون ما هذا الوقت ما كاينش قناه كتلقى لاباس عليه، ولكن جيان كاينه اختي هاد القضيه كاينه. كاين شي دراري وصلوا لواحد المبلغ اللي عمرني انا حلمت نوصل ليه، قال لي دخل 150 مليون، ماشي 150، واحد الدراري هادي في الانترنت في عام وصلوا ل 600 مليون طبوها في 3 شهور. بس عارفهم كانوا عايشين في الجوع، مشى واحد خرج رونز روفر القصير واللي بواط كل نهار تيكري بيه اللي بتزيد المليون سناب شات باق شافوني انا ويضرب بول خلا الله تولى كيطلب دابا بالله. فين كتقري؟ فين عند براسه بغيت نديرو؟ انا اختي في الرباط، عندي البيرو ديالي في الرباط فيها قبل المنصور، لو احتاجي شي حاجه مرحبا بك. خص يكون عندك العقل فهمتي. وواحد الحاجه اخرى، الا غدير مثلا واحد البروجي في واحد مثلا غدير البروجي غتبيع التليفون، كاع الناس اللي دايرين كيبيعوا التليفونات خاصك تعرف نقاط القوه ديالهم ونقاط الضعف ديالهم. ما تقولش الا ما خصكش نعرف، لا خاصك تعرف باش تعرف شحال تبيعوا، بيع انت قل منهم والجوده تكون عندك الكاليتي. شوف البرودوي خصو ثلاثه د الحوايج، كاليتي بري وتكون عندك الكلمه. الا ما كانش عندك الكلمه خير. مثلا دابا انا نقول لكم مثلا هذا الكتاب هذا ونبيعه لك اختي، انا السيمانه الجايه يكون عندك، صيفطي لي الفلوس وما وكنقد تفلعك. لا اختي مازال ما جا وهذا، وكنبقى نكذب عليك اقل حاجه غنخسر الكونفيونس ديالك. وغتمشي انت تقدري كاع ديري فيديو تشوهيني، تقدري كاع تجي عندي الفيسبوك ديالي وهذا ود الحرام هذا راه درت ليه وما دارت ليا وما دارت ليا، غير قرا واحد اخر. ما حدا مثلا انا كنبغي نتيليشارجي شي لوجيسيال من يوتيوب ولا شي لعبه، تدخل نقرا لي كومونتيرات كنتيليشارجي. كاين اللي تيقول لك تخي بيان راني نتيليشارجي، وكيقول لك لا راه فيروس. ملي كنقرا فيروس ما كنتيليشارجيش، لقيت مثلا ماشي فيروس كنتيليشارجي. على حسب بنادم هو اللي كيحكم عليك، السمعه ديالك هي كلشي. المهم الخوت غنزيد معكم خمسه ديال الدقائق صافي. اختي القران وداكشي دويت عليه في الاول، ما حضرتيش اللايف راه دويت عليه. ها هو الدليل اختي، ها هو ها هو مكتوب القران هنايا، ها هو فهمتي مذكور هنا، دويت عليه في الاول ما حضرتيش اللايف وصافي. سينو انا اللايف نشوف الا كان ممكن يتانجوجيستر نخليه لكم نعاودو، ولا ديروه في يوتيوب ولا ما عنديش مشكل. ان شاء الله نبقى نديرو لي ديما مره ديما لي لايف بحال هكا. والله بصراحه عجبني الحال معاكم. شنو هي احسن ميثود بوغ ابروندر اون لونغ؟ احسن ميثود بوغ ابروندر، انا تعلمت لونغلي مزيان، كنت كندوي مع واحد كنديه في كندا، علمتني بزاف ديال الحوايج. كنا دي زامي بحال هكا، كنتفرج في الافلام، كنشوف لي ستوري ديال الناس الاخرين، شي كلمه ما فهمتهاش كندخل نقلب عليها من هنايا، كنلعب في لي جو لي زابليكاسيون. الله العجب، شوفي كلمه ما تفهميهاش تدخلي لها، تدخلي هنا عندك لا باز كاع، تدخلي شي سونتر ما عنديش مشكل. شي دابا انا بهذه الحاله هذه وحق الله ما كرهت ندخل مع البر مع الدراري الصغار ونتعلم معاهم لونغلي، ما عنديش مشكل. ورقه وستيلو مقيد، اي واحد اي لاش يتعلم. افاك خلي اللايف ما تمسحوش باش كلشي صافي، خليها ان شاء الله. اللي بغى يشوف هاد اللايف هذا اللي بغى يحطو في يوتيوب يحطو، ما عنديش مشكل. بغيت انا نحطو نشوف كي ندير نحطو. انا دابا عاد حليت فيسبوك من هنا، لقيت 41 دوموند داجوت غنأكسبتيهم كاملين، ما عنديش مشكل. غنبدا ندير لايف انستغرام حسن، ويلي دير يوتيوب جو سوي انتريسي صافي ان شاء الله نحطهم في يوتيوب ان شاء الله ضروري. ما كانش في الاول مريم اختي، ماشي مشكل هانيا انت ولد وي ولده ولده اختي ولده، هذيك هي ماما الله يخليها ليا. بالنسبه لصالون النساء، اي صالون النساء اختي خاصك سميتو تشوفي اون مارك زوينه. غنعطيكم واحد النصيحه، تانسبيغاو من ميريكان في لي مارك وسميات كندا تركيا، تانسبيغاو من ثلاثه صافي هما اللي الطوب في العالم. استراليا حتى هي زوينه. انا باش كريت لا سوسيتي ديالي، اش لا سوسيتي ديالي؟ كنت كنحلم كان ندير سوسيتي في 2011، كريتها وكريت باج فيسبوك سميتها بيغ ديزاين اجونس كومونيكاسيون. داكشي امتى تكريات بصح؟ تكريات حتى 2016، ولكن ملي صيفطت لهم بيغ ديزاين ما قبلوهاش، قبلو واحد السميه اللي جبتها من كندا، هي كندا دايره كا وانا داير سي. المهم انا دخلت عندي بروفيل فيسبوك غتلقاوني خدام فيها، وغادخلوا ليها وغاديروا جيم مزيان. هذا شو جيم؟ سبحان الله رباطيين مجاهدين تبارك الله. لا اختي كلشي مجاهد، راه فيما مشيتي كتلقاي بنادم مجاهد. شنو هي احسن ميثود بو ابخوندغي لونغ؟ ديجا جاوبت عليها، الرباط بعيد اختي ماشي مشكل. انا ان شاء الله من القدام راه غندير لي كوغ وغنبدا نبيعهم سيغ انترنيت. فنحطهم في يوديمي، داك السيت اللي قلت لكم، داك يوديمي كتحط فيه يوديمي. واحد خونا في الله دارها تو ميك موروكان طاجين، باعوا ب 36 مليون اللي دخل. دار كيفاش تصايب طاجين مغربي، باعوا الناس برا، شراو ليكور وصلت الارباح ديالو 36 مليون. يعني تقدر دير 1000 تي فونكسيون، تبيع هنا وتبيع هنا وتبيع هنا وتبيع هنا ودخل فلوس. هادشي ما نقدرش نقولو دابا، علاش؟ انا الوقت ما كيسمحش وخصنا نتعمقو فيه.
نسيت واحد الحاجه اخرى دوينا فيها، بنات اللي عندها شي حرفه مية بسمه اختي انت قلتي الصح، اللي عندها شي حرفه تبعها الحرفه زوينه، يعني عندك حرفه غتقنها، مثلا كنصيب ما عرفتش كنصيب الماكن بحال هادو كنصيبهم، هادي ساكته مسكينه، اذا كنصيبيت الماكن تركز عليهم ونصيبهم ونطورهم، واش نمشي احسن ما نمشي نتعلم شي حاجه ما غنديرهاش وغنعاود نرجع عاوتاني. كيفاش كتشارجي تبقى ايجابيا؟ كيفاش كتشارجي الطاقه ايجابيه نتايا اختي؟ انا شحال هذا ما ديموراليزيت، شحال هذا ما هبط ديال المورال، شحال هذا ما ديبريميت، كما قلنا رباعيه النجاح. انا اختي نعاود نقولهم لك، الطريقه خص تكوني مزيانه مع سيدي ربي، تحيدي النميمه، تحيدي هذه، تحيدي هذه. شوف انا ما تنهضرش على الحجاب ولا هذا، كل واحد تبقى حر في راسو. كاين اللي هي محجبه وخارجه للطريق، وكاين اللي دايره الزيف حتى واحد الحد الان، اللي ما دايرهاش الزيف وجات لبس الشورطات وداك الشيء، ولحد الان حتى واحد ما قرب لها. ما تنهضرش انا على الشكل وداك الشيء، هي مزيانه الوحده تستر راسها وهذا مزيان باش ما كيبقاش الناس يشوفوا فيها، ولكن اختي داك الشيء ما تندخلش فيه. ولكن كما كنا قلنا الايمان خاصك تكون مزيان مع سيدي ربي، كل واحد راه عارف شنو كيدير، كتصلي في الوقت، كالاذكار ديالك، كتقرا القران، كتكوني مزيانه مع سيدي ربي، مزيانه مع والديك، عندك الاصدقاء ديالك والعلاقات ديالك، الجانب العقلي كتقراي، القراءه كتخلي الطاقه طالعه، القراءه وتحضروا المحاضرات، ماشي المحاضرات ديال الفابور، خلصوا المحاضره ب 200 300 درهم 500 درهم في شي مدينه، نجمعوا حنا كليكا ونمشيو نخلصوا، مثلا كشي واحد عنده طوموبيل نتشاركوا معاه في ليسانس ونمشيو، ما كاينش تران الرقم ما غادي انا غادي نوصل. المهم اللهش وقراو اذكار الصباح ديالكم باش ما يبقى يطرى لكم والو بالنهار، قراو عاوتاني اذكار المساء، هادشي راه بالتجربه تنقول لكم بالتجربه. عاوتاني الصحه خاص تكون الماكله ديالك نقيه، شي الماكله ديالك كانت مزيانه كتكون بخير، كنتي كتاكل ماكدو وبيتزا وداك الشيء راه لي كالوري تيلعبوا على العقل. مثلا دابا هاد الطوموبيله، مثلا طوموبيله مثلا ايسانس ولا مازوت، الى مثلا بلاصه داك الماء اللي كنديروا داك الخضر لونتيجين، علاش كنديروا حنا لونتيجين بالضبط؟ لانه ما فيهش الكالكير، الكالكير تيخسر لك جوان كيلا زون كيلا، تخسر لك في الطريق مصيبه، خاصك ديباناج. الوغ غير الطوموبيل ديك انت كتوكل شي حاجه مزيانه، تعطي ايسانس نقي وكتعطيها لونتيجين، راه ما تخسرش لك 90% كتحافظ على الصحه ديالها. لونتيجين علاش كيديروا الناس لونتيجين؟ لانه الا كنتي فشي بلاصه بارده لا كلاص افران ولا هذا ما كيجمدش، فوالا لونتيجين ما كيتجمدش نهائيا، ديرو في سير ديرو دابا نتحداك ديرو في فريكو ما غاديش يجمد. فوالا هادي من ناحيه كيفاش كتشارجي الطاقه ايجابيه. وعاد انا باش كنشارجي عاوتاني متبع لي مفولوي خمسه ولا سته ديال الناس، نص كيهضر بالعربيه، نص كيهضر بالمغربيه، نص الاخر بالانكلي، ديال الانكلي كنفهم النص والنص ما كنفهموش، ولكن تنوصل يعني كنحاول. دوك الناس كيعطيوني الطاقه ايجابيه، دوك الناس هما كيقولوا لي شنو ندير، دير هادي ما ديرش هادي ما ديرش هادي، وكنستافد. وداك الشيء اللي كيقولوا لي هما كنعاود نقولوا انا، علاش؟ حيت كاين عاوتاني اللي ماشي كلشي مفولوي. فوالا فين كتقراو هاد الوقت ما كاينش طاق اكزاكتومون، سمحوا لي اللي ما جاوبتوش على شي حاجه، انا كنوعدكم صيفطوا لي ميساج بريفي والله تنجاوبكم كاملين، ولكن ما غنجاوبكم حتى الليل حتى مورا 11 عاد غادي ندخل، لانه عندي دابا التزام، غنمشي نتريني واحد الوقيته خفيفه وغادي نرجع غندخل الدار، غيجي واقيلا الضياف، كاين الكلاسيكو البارسا والريال. دابا هاد الماتش اللي كنتفرج فيهم انا صافي، ماتش واعر، اما الا جيت نتبع الماتشات كاملين ما بقاش ليا الوقت، ولا دير يوتيوب ان شاء الله، ندير يوتيوب ان شاء الله، وكنعاونوني انت ما بالبارطاج. دابا انا باش نتموتيفا وكنلقى الناس بزاف، انا قبيله كنت بغيت ندير لايف غير مع 10 ولا 20، هما دابا 53 وباخر عاجبني الحال. بولينغو بون كونتينيو سمان بون ولا لا كوميكاسيون مع لي امريكان ولي فرونسي فوار دي سيري. فوالا تري بيان ياسمين، عطاتكم واحد بالنسبه للناس اللي بغا شنو لانستا ديالك. لانستا ديالي كينغ بدر مرواني، الا دخلتو البروفيل ديالي غتلقاه مع في لي زانفورماسيون. فوالا انا صافي تري بيان مزيان. كينغ بدر ناري ناري راه باقي اهدافي بعيده عليا، ما تبقاش تقول لي اختي مريم اهدافي بعيده عليا، انا ما عنديش مشكل نهضر معاك في الراس في الراس، ونقول لك قولي لي غير الاهداف ديالك ونقول لك كديري تطبقيها. انستغرام ديالك بوغ سابوني كينغ بدر مرواني، راه ندير غير شي سبعه ديال التصاور. واغابا هدى الفاسي غابا يعقوب منصور اختي، انا اختي قريب شويه للجي 5، انا حدا الجي 5. يوديمي السلطانه حفصه، يوديمي بإكغيك دخلي ليه وغتفهمي، سيت بفرونسي تي كتبي فيه لي كور ديالك، تقدر ديري كور ديال الطبخ، تقدر ديري الموسيقى على انفورماتيك، هادشي اللي كنقول لكم دابا هي درتو بالفرونسي ولا بالانكلي نقدر نبيعها. يوديمي خويا انا ما عنديش انستا، بقى دير لايك. لا لا ان شاء الله انا نديرهم هنا، ماشي مشكل ماشي مشكل، انا نبقى نديرهم في هاد الجروب. و انا اللايف هذا ما عرفتش كيفاش كدير هادشي الاون اوجي، تخيل انا اول مره كندير لايف. المهم المقلم اللي غنصد غيقولوا لي راك ساليتي. المهم ما الشيخ زامي بنات ودراري، ما عرفتش الصراحه اش كاين بنت وشحال كاينه من دري،
ما سخيتش بيكم ولا دوزت معكم وقيته زوينه. كاينين شي حوايج اللي بغيتو تموتيفيو بهم غتدخلوا الانستغرام ياك، كتدخلوا الانستغرام انتما شوفوا باش نقول لكم شنو كاين. اكتيفي بلوطاغ، كتدخل الانستغرام مثلا، انا غادي ندخل الانستغرام. اوكي خليكم معايا ما تزابيو. شكرا خويا، مرحبا بك اختي سكينه. الله ودي شنو تلقى؟ تلقى واحد لي انا نوريهم لكم بلاتي، انا نقلب لاك مثلا تلقى بحال هادو. ها هما كاين عند بزاف ديال الناس، فوالا كاين عند بزاف ديال الناس هادو. ها هما شفتوهم، كاين عند بزاف ديال الناس هادوك. شنو هي هذيك؟ هذيك كتصوف كاردي، كتصوف كاردي سميتو، تصوف كاردي لي ستوري ديالك. دابا هادوك انا مصوف كاردي لي ستوري زوينين، بون مارتي الفاكاسيون وديك ديال الكينغ ما عندكم ما ديروا بهم، ما تصاور كتبوزا وصافي بان مارتي ما تلقى ما يدير. مي بيزنس لايف تقدر تنفعكم. دخلوا دخلوا تمايا وتقدروا، ما كل نهار ان شاء الله غادي ندلوح لكم. دابا والله الا فريمون عطيتوني ديجا اونفي باش نبقى نبارطاجي. الا كنتو لوين نتوما اللي نتفاعل معاكم حياتي كامله ما عنديش مشكل، غير 10 ولا 11 ولا 20 واحد نتفاعل معاهم بخير. سير الله عندك نجاح، اول مره في حياتي كنستافد. اختي سلطانه الله يعطينا النجاح كاملين. انا دابا يلاه دخلت في ديك الطريق باش نبدا نقلب على النجاح. شنو هو النجاح اللي وصلت ليه انا دابا؟ بدلت عقليتي، شتي دابا المحل هذا تعال فيه العافيه، والله ما عندي مشكل بالله. اي دونت كيف فوق باش نعاود كلشي من الاول، واخا ما عنديش فلوس نخدمها بالانترنيت انا داك 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 وبخير. اوكي ان شاء الله الا بغيتو باش نقول لكم علاش انا نقدر ندير معكم واحد القضيه زوينه. انا تندير المحاضرات وتندير لي كونفرنس وكلشي. الا مثلا البنات اللي كاينين بنات بزاف في كازا بغيتو تدبروا مثلا في شي لوكار ولا شي حاجه ونجمعوا كاملين ونديروا واحد المحاضره على الراس والعين. نجي عندكم غاتويتمون ما تعطوني حتى ريال، نجيب لكم ديكور نطبع لكم نجيب لكم بزاف ديال الحوايج ما عنديش مشكل. بغيتو نديروا هاد القضيه هادي نديروها. من ناحيه اخرى برافو ميرسي الله ييسر امور والله راه انه ميد ماي داي. مرحبا بكم مرحبا بكم، غنستافدو معاك بزاف ديال الحوايج ميرسي بوكو. مرحبا اختي مرحبا بكم كلكم. بون كوراج مون فريغ سي تبلي عطينا بلوس دانفو. صح اختي وانا تنعطي بلوس دانفو وحق الله لقيت شربت مره واحده خلاص ما طليتش حتى الظهر، عمرني ما عطلتو في حياتي. صراحه كنت نصلي عاد ندير اللايف كيما شي مشكل. هانيه خويا كنت ديبريمي وانت بنتي لي بوزيتيف هاد النوع، علاش كنقلم؟ اختي مرحبا بك اختي مريم، والله داك الديبريسيون تنحيي دارك مع مرات تبقى ما تشربي لا دواء لا والو، غير خاص الواحد يسمع الهضره ويقاوم. فاش كتخدم اختي عندي سوسيتي ديال بوبليسيتي كومونيكاسيون، اللي بغى يعرف لا سوسيتي مزيان شنو كدير يدخل لعندي، يدخل لعندي الفيسبوك غيلقاني خدام يعني بترافاي. يدخل لديك الباج ويقلب ويعرفني شنو كندير. شكرا على الاستفاده معاك وكنتمنى نستافدو كثر. تبارك الله اختي غتستافدو ان شاء الله. جلان بيت ان جورني كولتورال ا مونيكول. مرحبا اختي حفصه والله تمشي. مرحبا مرحبا وصافي بليزير. نديرو كاع تا كولابوراسيون. الا بغيت نشد لا لونغ فرونسي اين شين اللي يمكن نتبع؟ اختي ديري واحد القضيه، بغيتي تشدي لا لونغ فرونسي بديت قراي. القراءه اهم حاجه. شوفها باش نقول لكم، اول ايه نزلت في القران هي اقرا، ما كاش ربي يدير صلي ولا اقرا اي صلاه مهمه الا اول حاجه كنتحاسبوا عليها يوم القيامه، ولكن القرايه هي كلشي. القرايه هي اللي تخليك تصلي. بحال دابا باش ندير واحد القضيه، كيف اصلي؟ عرفتي تقرا صحيح البخاري ابشي شوفي السنه شنو فيها، ماشي غتشوفي عمي المعطي ولا با الجلالي وداك الفقهاء ديال الجامع كيفاش كيديروا، لا داكشي ما خدامش. اوكي ما عنديش مع التشدد، بغيت نشد لانا فوالا. قلنا قرا الا قريتي مزيان غتشدي لا لونغ حتى اللي يجيك من لينا اللي ان شاء الله. الكتاب نقدر ندير لايف مورا 11 و90% غنديرها، ندير لكم واحد اللايف في ساعه ولا الله يقبل. عاد شويه دخلت بوغ سا ماشي مشكله اختي سلمى ان شاء الله. انتم كنقول لكم من دابا 11 11 و4 11 ونص انا معاكم. يسالي غير الكلاسيكو، الى عندكم شي زهر وسالا الكلاسيكو بواحد لواحد غيوصل بيلانتيات. المهم نتولي كان غنلوح لكم لي ميساج في الباج ما كاينش مشكل. واخا يلا قبل هاد شويه دخلت الموصا، واخا جيت مع طلمي كلام كله مزيان اختي. نهضر معكم في المعقول والسيريو، هاد الكلام اللي نقول لكم نقدر ما نقولو لك حتى شي واحد. انا بغينا شي خدمه راه تقارنا بالكلاس. بون بليت من هاد الخدمه هادي، هذه لي طاب الثاني يعني كيفاش تقلب على الخدمه وكيفاش تلقى الخدمه سيغ انترنيت. هذه انا غنجيكم ان شاء الله باش الكلاس. شوف الكلاس بوحدو ما خدامش، كيفاش غيوصلنا كنت كدير اللايف اختي؟ انا فاش كندير اللايف ندير واحد القضيه انت شوف، انا فاش ندير اللايف انا غنلوح ميساج. انا فاش غندير لايف اجوتيني في فيسبوك، انت تدخل عندي فيسبوك واجوتيني. ملي غادي تاجوتيني في فيسبوك غيطلع لك نوتيفيكاسيون كو انايا درت لايف. اوكي
كيفاش غيوصلنا نقدر برافو بدات دير لينا دي ستوري ان شاء الله اختي غادي ندير لي ستوري كل نهار اي دونت هاف ا بروبليم جاست فولو مي اوكي ريال وبارسا اختي انا بارسا ولكن ماشي متعصب ما عنديش مع ديك لا البارسا ريال لا مثلا البارسا ما لعبتش اليوم مزيان راه غتخسر ما نتسابقش ليها اي دونت جيف ا فوك فهمتي كنت كنتعصب شحال هذا وكنضارب ولا وكيفاش وعلاش هذا لا ميسي لا كوره علاش هي غيتجمعوا معنا الناس داكشي علاش المهم واحد يدي فولا وصافي انا دابا الكره وليت كناخذ غير وسيله ديال الترفيه صافي دابا راه كاين كلاسيكو اليوم كاين كلاسيكو نهار السبت وكاين واحد الماتش زوين مع ليون حتى هو ونتو لي كاي لا بارسا مثلا تقصص من الشامبيونز ليغ وتقصص من الكوبا ديال الريال صافي غنضرب على كره العام كامل كاين فاش تفرج انت داير بحال داك الممثل التركي داير في المدينه كيدير من ميلوز ما كيحبش مثال تركي داير في الماء مين كيدير ما فهمتوش اختي اسمحي لي الريال مرحبا مرحبا هذاك الشيء اللي كاين المهم ما سخيتش بكم عندي دابا ما يدار والله الا زعماكم ما كانش ما يداركم بقيت معاكم شويه هانتوما شوفوا قبل ما نخرج نديروا ثلاثه الحوايج اللي ما انتريسو بغاو ديما نبقاو نعطيو معلومات بحال هكا ادخلوا ل فيسبوك اجوتيو الكونت ديالي و تانا اكسبتيكم كاملين صيفطوا ليا دي زانفيتاسيون سور انستغرام وغن فولويكم كاملين كاع اللي صيفطت لي دابا كاع البوم باين اللي كاع اللي غيوصلوني دابا راه من هنا غادي اكسبتهم وغادي بون انا ديجا عندي داك البوبليك بروفيسيونيل غن فولويهم كاملين بالنسبه لي ستوري كنشوف لي ستوري كاملين غير تقدر ما طلعش الفيديو ديالي حيت كنشوفهم انا من البيسي انا تقريبا الخدمه ديالي كلها من البيسي ما كنخدمش بالتليفون بزاف انا كيجيني يجيني لا علاقه التليفون تخدم بها بحال هكا في لي لايف اول مره كندير لايف طويل بحال هكا في حياتي كلاسيكو ديال السبت شكون بارسا والريال عاوتاني غيلعبوا بطوله اليوم غيلعبوا كوبا ديال ري والسبت غيلعبوا بطوله شنو لي زانفو اللي كتقدم ما كنتش داير غير من لايف من الاول اختي انا اونجيستر اللايف وعاودي تفرجي فيه ديما كدير الماء منين يدوز ضروري اختي ضروري شوفي الا ما ديتش الماء منين يدوز راه ما غديري حتى حاجه والله ما غديري شي حاجه خصك ضروري لا سوليسيون ضروري لا سوليسيون بعد ما خصك لا سوليسيون اي في دونت هاف سوليسيون غتبقاي تما غتبقاي تما فهمتي ما كتقدري ديري حتى حاجه في حياتك الا ما عندكش لا سوليسيون اي في دونت هاف سوليسيون وات وي ميك وي ستاي الو غتبقاي كازا بوحدك مسكينه وكتسنى الشتا بحال دابا يدير واحد القضيه كاين واحد النهار لاح واحد اللعيبه عجبتني شنو هي بين واحد كافر ومسلم تفرقع بهم الباطو ديال الخشب ضربات ماشي حجره ولا حوته الله ما عرفتش الباطو بدا تيغرق الكافر شنو دار بدا كيلصق شي معاشي باش يصيب باطو اخر وقرب يكمل الكافر المسلم هز يديه يا ربي يا ربي يا ربي الدواء بهدر ما خدامش خصك الدواء والاسباب تخيل مع دابا انت دابا كتمشي تشرب الشراب وكتقول يا ربي ما بقاش نشرب راه ما يمكنش بون اخر ملي ما كدير الماء خاص غير الخطوه الاولى وهي اختي باسم الخطوه الاولى هي كلشي الخطوه الاولى كيفاش دايره انا كنت غنمشي ولكن ملي قالت باسم هادي انا غنجاوبك اختي باسم نقول لك واحد القضيه وديرها في بالك كلكم كاينه واحد الحاجه سميتها العاده ديال 21 يوم كاينه 21 في 91 ولا مات 21 90 هذا تيقول لك 21 يوم كتكريي فيها عاده و90 يوم كتولي عندك ستايل دو في بحال مثلا اللي ما كيحماش يتريني ولكن لونطريمون راه زوينه كتبزز على راسك كتبزز على راسك كتريني فهمتي كتبزز على راسك كتريني مثلا واحد 21 يوم ملي كتمشي بداك البروغرام على 21 يوم اقسم بالله الا وصلتي من داك 21 يوم 90 يوم 90 يوم كيولي ستيل دو في كما شان قالك شي واحد فين غتمشي انا نمشي غنتريني اخويا وصافي كيولي تولي عندك لونطريما عاديه هي راه كديفو ليك وكلشي ولكن كتولي عاديه المهم تهلاو في راسكم بزاف وسميتو ما سخيتش بيكم الليل ان شاء الله نتلاقاو ونهضروا في شي حاجه اخرى ان شاء الله كل ايوا ما يكونش الموضوع طويل بزاف نخدموا مثلا من ديك 11:30 12:30 ماكسيموم شوف الله ما غنفوتش فيه ساعه صافي باش اللي كينعس بكري ينعس وهذا انا كنعس بكري باش كنفيق شويه بكري صافي نهضروا على شي لعيبه اخرى عاوتاني المهم اللي باغي يتموتيف وباغي يبدل حياته نجمعو كاملين ونهضروا نتناقشوا غادي ندير واحد القضيه غنضر نهضر ديما نبداو ندير واحد القضيه نهضروا على واحد السوجي واحد نص ساعه حاولوا ما تكتبوا والو فديك النص ساعه ومنين نقول لكم قولوا الاسئله قولوا ديك الساعه باش نقرا حيت دابا كاين شحال واحد بقى السؤال الفوق ديالو ما شفتوش وغايقول لي لا انت ما تقراش وهذا ما مسوقش لي لا بالعكس تام ملي كتلوح الاسئله ديك الساعه كت يلا لي زامي تهلاو في راسكم والله ما سخيت بكم الى الحلقه القادمه ان شاء الله اليوم بالليل ان شاء الله نديروا لايف واحد اخر
تهلا فراسكم، انا نشوف كيف ندير هذا اونغوجيستري خليه عندكم. بون شونس، وشوفوا قراو قراو كتبه. المهم اللي بغى دابا يقرا، دابا اللي بغى يدخل دابا اليوتيوب اسرار عقل المليونير، يدير ملخص كتاب اسرار عقل المليونير فيه غير ربع ساعه. قراو اقراو شوفوا، ديروا غير ملخص اسرار عقل المليونير فيه غير ربع ساعه، سمعوه يعجبكم سمعوا الكتاب كامل. كيف تبيعوا اي شيء لاي انسان، الناس الكوميرس ديروه كامل، سمعوه كامل، راه فيه 8 السوايع. بغيتو تسمعوا الملخص كاين ذا سيكريت، السر، كتاب السر حتى هو، سمعوه سمعوه ثلاثه زائد اغنى رجل في بابل، اسرار عقل مليونير، الاب الغني والاب الفقير، كاين واحد الكتاب سميتو فن الاداره ولا ما نعرفش شي لعبه، هو عندي في الدار. المهم هادشي اللي كاين، وهذاك الشيء نشوف دوك العشيه دوك بلاشي ان شاء الله، دوك الكتب انا نوريهم لكم في التصاور. دابا راه وريته لكم دابا انا هنايا، وخاصكم تعرفوا واحد القضيه اخر نقطه غنقولها قبل ما نمشي. الا برمجتي راسك على شي حاجه، برمج راسك على شي حاجه، برمج اقسم بالله برمجي راسك ان عندك جن الجسم ديالك وغتخرجيه، وحق الله يتخرجيه اقسم بالله. برمجي راسك على شي حاجه خصها تحيد غتحيد، شي تكوني كتبغي شي حد مثلا كيتفلى عليك، اقسم بالله وتبرمجي راسك تحيدي تتحيدي، برمجي راسك انت اللي كتحكم براسك، ماشي ديك الحاجه اللي كتحكم فيك، واش فهمتي؟ الجن والشيطان كيديروا حاجه وحده، الوسواس، واش فهمتي؟ ما تخليش داك الشيء اثر عليك، ولا ما تبقاش تقولوا ديك لا ما عنديش الزهر، العين بنادم ضاربني بالعين، كتلقاو النهار كله واقف في الدار الكارو، وكتفيق امك كتوجد ليه الفطور وفيق وحاسديني والعين سير قالك. المهم ماشي مشكل، تهلاو في راسكم وديروا الاسباب وبارطاجيو هذا الفيديو، اللي بغي بارطاجيه مرحبا، يلاه تهلاو في راسكم، تشاو.